مشاهدينا حول العالم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر، ومعا نحو عالم أفضل. عالم أفضل يخلو من خطية الازدواجية في الحياة الروحية. عالم أفضل يسمع فيه صوت القائل: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. أحبائي، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفي الكرام: القسيس صفا ويليام، راعي الكنيسة الرسولية بالمنيا. أهلا وسهلا بك حضرة القسيس، سعداء جدا أنك تكون معنا. ميرسي خالص. وأيضا أحبائي، شريكة حياته بل وشريكة خدمته الفاضلة، فعلا أقول عليها بالفم المليان، الإمرأة الفاضلة التي أعطاها الله لهذا الراعي، الأخت نجاة كامل. أهلا وسهلا بك يا أخت نجاة. أهلا بك يا أخت مريم. إحنا سعداء أنك فعلا تكونوا معنا في هذا اللقاء. ربنا يبارك. استخدمكم الرب ليلة أمس وأيضا أول أمس، وكان بمجد غير عادي. وصلاتي أن يستخدمكم أيضا هذا المساء، مش فقط لسماع كلمات عرفناها أو حفظناها، لكن لتغيير حقيقي في نفوس كثيرين هم في حاجة إلى الشفاء من هذا المرض الخطير الذي يحزن قلب الآب. حبائي، أيضا أرحب بكم مرة تاني، مش بس مشاهدين، أنا نفسي في الحلقة دي كمان تكونوا مشاركين، علشان أنا عارفة إن كلنا في الموازين إلى فوق، كلنا بينتبنا في بعض الأوقات ازدواجية، وزي ما قلت هذه الازدواجية تغضب بل تحزن قلب الآب، وعلينا أن نطلب في هذا اليوم شفاء، علينا أن نتجاوب مع صوت الرب، علينا أن نتجاوب مع ندائه ونقول له: يا رب فعلا محتاجين لشفاء. يمكن بعضنا مصاب بالازدواجية، لكن ربما البعض يتعثر بل يعاني من ازدواجية الآخرين، الخدام منهم والمؤمنين. علشان كده قبل ما ندخل لجوهر موضوعنا، الازدواجية في الحياة الروحية أنواعها، أسبابها، أعراضها، علاجها، كيفية التعامل معها، تعالوا مع بعض نيجي كده في محضر الله ونسمع كلمات الترنيمة دي ونتجاوب مع المرنم، نسمع ونتجاوب ونقول له: فعلا يا رب احنا راجعين ليك، محتاجين نتوب عن هذه الخطية اللي ربما مش واخدين بالنا منها بس عايشينها، ألا وهي الازدواجية في الحياة الروحية. قناة الكارما ليست لأمريكا وكندا فقط، بل أيضا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. كما يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي، خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740. كم مرة أنت
نفسي، لكن النهاردة أنا رجعتك. كم مرة خنتك وعنتك، كم مرة أنكرت وبعتك. طول عمري أنا عشت لنفسي، لكن النهاردة أنا رجعتك. راجع خلاص ما بقاش فيا، وبعترف بكل خطية. بقلبي تايب نتمنى اقبلني وامسك بإيدي. محتاج لشمس وحرية من وسط ضلمة وعبودية. اخلقني من تاني إنسان، بدل صراخي بأغنية. نفسي أنا مرتاح البال، ظهري اتحلى تحت الأحمال. ريحني من شبح الماضي، ده انت اللي ما بتعرفش محال. نفسي انا مرتاح البال، ظهري اتحنى تحت الاحمال. ريحني من شبح الماضي، ده انت اللي ما بتعرفش محال. راجع خلاص ما بقاش فيا، وبعترف كل خطيه. قول معانا كلمات دي. برجع وقلبي تايب ندمان، اقبلني وامسك. مشتاق لشمس وحريه، مشتاق لشمس وحريه. من وسط ظلمه وعبوديه، اخلقني من تايب انسان، بدل صراخي بأغنية. أنا بصدق فيك يا قدير، إنك هتصنع التغيير. دي هي كلمة من شخصك، فيها الشفاء وفيها التحرير. أنا بصدق فيك يا قدير، إنك هتصنع التغيير. دي هي كلمة من شخصك، فيها الشفاء وفيها. صلي معايا الكلمات دي. راجع خلاص ما بقاش فيا، وبعترف كل خطية. برجع بقلبي تايب ندمان، اقبلني وامسك بإيديا. مشتاق لشمس وحرية، من وسط ظلمة وعبودية. اخلقني من تاني إنسان، بدل صراخي. كمان مرة قول معانا الكلمات. راجع خلاص، راجع خلاص ما بقاش فيا، وبعترف كل خطية، وبعترف كل خطية. قلبي تايم ندمان، اقبلني يا رب، اقبلني وامسك. ما تخليش قلبك يبقى عنيد، ارجع لرب النهارده. حرية من وسط ظلمة وعبودية، اخلقني من تاني إنسان، بدل صراخي بأغنية.
تعضيدكم لقناة الكارما يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عونا لقناة الكارما واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضا يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. يا ترى ما هي الازدواجية؟ هل هي مرض نفسي؟ أم هي خطأ تربوي؟ هل أصبحت سمة موجودة وسط مجتمعاتنا الكنسية؟ خلينا نفكر مع بعض. هل أصبح نصنا ناس يعيش الازدواجية والنص الآخر ناس يتعثرون من الناس التي تمارس الازدواجية؟ تعالوا النهاردة بقلب واحد، اللي بيعاني من الازدواجية وأيضا اللي بيتعثر من الازدواجية، اللي بيتعثر يصلي من أجل كل شخص عيونه شايفاه وحط عينيه على شخص هو معثره النهاردة، يقول ده خادم إزاي عايش الحياة دي، أو دي شخصية مؤمنة إزاي بتمارس هذه الممارسات التي لا تليق. وإن كنت أنت هذا الشخص اللي أحيانا بتلاقي صراع داخلي جواك وفعلا بتعاني من مرض خطير يحزن قلب الرب وخطية خطيرة اسمها خطية الإزدواجية، تعالى وتواضع قدام الرب وقول له فعلا محتاجة أتغير، محتاج تساعدني أتخلص من هذه الخطية، وحد قلبي فيك، وحد قلبي فيك. ولكن إن كنت هذا أو ذاك، تعالوا مع بعض قبل ما نفكر ونجاوب على أي تساؤل نروح للأسيس صفا ونقول له هي إيه الازدواجية دي. ما تخلونا الأول نتعرف على ماذا تعني كلمة الازدواجية. أسيس صفا، كلمة الازدواجية ودي يعتبر مرض، وبنصلي في نهاية الحلقة دي إن الله يشفينا كلنا. أمين. يشفينا. أمين. الكلام دوت يعني هو ما إلا طالع من قلب. نعم. يا رب تعالى ابرئنا من هذا المرض. رب يسوع. في تعريف الإزدواجية هو عبارة عن أن المؤمن بيتقمص شخصيتين، شخصية واقعية وشخصية أخرى مزيفة. المؤمن فيها بيبان بطبيعتين، بفكرين، إنجاز التعبير بمسكين، إنجاز التعبير بقناعين. ده الشخص المؤمن. تلاقيه في الكنيسة شخص رائع جدا جدا، يرنم ويصلي وكل حاجة بيعملها. بره الكنيسة مفيش مشاكل ان هو يفسح المجال لأمور كتيرة في حياته. عنده في البيت عنده ريسيفر بتاع الدش بتاعه، على الريسيفر قنوات المسيحية، الكارما وسات سيفن وسي تي في وكل قنوات المسيحية، وبعديهم على نفس الرسيفر قنوات لا تليق ولا تمجد الله. كلمة ازدواجية يعني تقمص المؤمن شخصيتين. وبنصلي النهاردة بعد التعريف دوت إن الله يشفينا من هذا المرض، يشفينا بالروح القدس. نعم نعم. أخت نجاة، واحدة من التعريفات الرائعة اللي اتكلم عنها القسيس صفا قال إن الازدواجية عبارة عن أقنعة. إيه رأيك في هذا التعليق؟ فعلا هو الازدواجية معناها إن أنا بظهر بصورة قدام الناس، لكن الحقيقة اللي الله يعرفها وأنا أعرفها كويس حاجة تاني خالص، مختلفة عن اللي بتظهر قدام الناس. أنا بحاول أظهر بصورة مختلفة عن جوايا، بخفي الحقيقة لجوايا وبظهر بصورة تاني، بظهر بصورة جميلة لذيذة حلوة الناس ممكن تمدحني فيها أو تقول فلان ده كويس قوي وفلان ده حلو خالص وفلان بيعمل وفلان وفلان وفلان. لكن في الحقيقة لما لو أنا قعدت مع نفسي وأنا عارف إن أنا من جوايا حاجات كتيرة صعبة وأمور كتيرة مش صح، واللي بيقولوه ده خداع، يعني أنا بخدع،
بخدع الناس بتصرفاتي، ان انا باخد شخصيه غير شخصيتي الحقيقيه، او بتصرف تصرف غير تصرفي الطبيعي. يعني لو انا ظهرت على حقيقتي، او لو فرض انه ربنا كشف على حقيقتي، هلاقي مظهر تاني خالص. فطبعا ده اسمه قناع تاني، او مظهر تاني، او شكل تاني. هي دي الازدواجيه الروحيه، ازدواجيه في سلوكي وفي تصرفاتي وفي حياتي. انا حاجه لكن بظهر بحاجه تاني. سي صفا، كلام يمكن الواحد فعلا يقف عنده. أقنعة صعبة تخفي وراها أمور صعبة، ولكن ما فيش حاجة بتخفى على من له عينان تخترقان أسرار الظلام. تحت الأشعة الإلهية كله يكشف، مش أشعة قدرتها أنها أشعة مقطعية، لكن أعتقد أنها أقوى بكثير من ذلك، فهو يرى ما بداخلنا. نعم. ولكن للإزدواجية أنواع يا حضرة القسيس، يا ريت تشاركنا ببعضهم. هو في 7 أنواع من الإزدواجية. النوع الأولاني اسمه إزدواجية في الكلمات، بحسب تيموثاوس الأولى أصحاح 3 بيتكلم بولس الرسول بهذه الكلمات، بيقول يجب على المؤمنين الشمامسة أنهم يكونوا ذوي وقار، لا ذوي لسانين، ما يكونوش عندهم لسانين، ما يتكلمش كلام وبعد كده يتكلم كلام تاني. الحته دي مهمه، ازدواجيه الكلمات، ودي حته بيقعوا فيها اغلب المؤمنين. تلاقي المؤمن بيتكلم كلام روحي في الكنيسه، تطلع من بقه احلى الترنيمات واحلى الصلوات، ويقعد قدام فيلم تلاقيه يبدا يشبه بالكلمات اللي العالم بيقولها. تلاقيه مؤمن في امور المفروض انا كمؤمن حاجات لا تليق بيا انها تطلع مني، لكن انا بقولها. ازدواجيه في الكلمات، الحته دي محتاجين ناخد عندها ستوب ونقول لغايه كده انا هوقف. الرب يسوع له كل المجد، علمنا درس رائع يقول عنه الكتاب، هذا ما ابتدا يسوع يفعله ويعلم به. هو علمنا الدرس الصح، خليني أنا أكون شخص مختلف، أنا أكون أنا، مش لازم عشان أنا قعدت مع مجموعة والمجموعة بتهرج أو بتنكت أو 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 أو. احنا مش بنقول إن احنا نفضل مؤمنين كده مكشرين إطلاقا، بس على الأقل أكون المؤمن الذي يرضي قلب الله، المؤمن الذي يشبع قلب الله، المؤمن اللي حياته بالكامل لله. حتة ازدواجية الكلمات دي على فكرة الكل، يعني كنت بكلم واحد من فترة، وبعد كده كان بيتكلم بيقول ان الكلام ده في المينيا، فبيقول لي ان فلان دوت يعني شكله، فبقول له ماله؟ قال المفروض هو بقى عليه يروج الجي ومش عارف والدي، يعني حاجة زي كده يعني. فبقول لي ده قال اصل الفيلم الفلاني بيكلم، وهكذا وهكذا وهكذا. احنا محتاجين يعني استخدام اصطلاحات يعني مصطلحات وكتير 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 وكتير. احنا محتاجين ان احنا اطبق الكتاب والمكتوب. كلمة ازدواجية روحية في كلماتي، المرض ده يا رب النهاردة شفيني، ابرئ لساني. اللسان عنده 12 مرض بيوجع فيهم، ويمكن هناخد منهم شوية حاجات زي الكذب والنميمة والعرفان والشتيمة، امور كتيرة. النهاردة يا رب تعالى نقي اللسان ده يا رب، تعالى يا رب ضع حارسا على فمي واحفظ باب شفتي. كان عندي جد سفر السماء، كان مؤمن تقي جدا، ابو ماما قبل ما يموت قال انا هسافر عند حبيبي، وفعلا لانه هو قديس فسافر في الميعاد اللي هو اتكلم فيه. لكن كان يقول لي يا ابني لازم تعرف حاجتين. الحاجه الاولى ان كلمه حاضر وانت بتقولها ما بتخلص، والحاجه الثانيه قبل ما تطلع الكلمه من بوقك دورها. مش عارف التعبير دوت الناس هتفهمني ولا لا، يعني ما اكونش متسرع وانا بقول الكلمه بالراحه. ازدواجيه الكلمات ده موضوع صعب جدا، واحنا محتاجين كمؤمنين ان احنا النهارده نعمل ستوب على كل حاجه فيها ازدواجيه في كلماتي، ازدواجيه في كلماتي. لكن النوع الثاني ازدواجيه في الراي والمشورات. في رساله يعقوب صح 1 وعدد 3 بيقول الكلمات ديت، بيقول رجل ذو رايين متقلقل في جميع اعمال. يبقى الاولانيه ذو لسانين، لكن ده ذو رايين، ازدواجيه. انا عندي راي بيقول كذا وراي اخر بيقول كذا. لو نجيب امثله، لان هو الموضوع ده كله اغلبه امثله عمليه، لو في واحد
أخ في اجتماع شباب مثلا، واجتماع الشباب فيه قائد ومساعد قائد، تلاقيه يروح للقائد يقول له أنت كنت رائع النهاردة، أنت ممتاز النهاردة، أنت شخصية ما فيش بعديها النهاردة. وبعد كده يجي عند التاني يقول له أنت النهاردة لما صليت الصلاة أو لما خدت التأمل ده ما كانش فيه بعديك. يبدأوا يتفقوا على مؤتمر، يروح للأولاني يقول له إيه رأيك في المؤتمر هنعمله في اسكندرية السنة دي، يروح للتاني يقول يا راجل سيبك من اسكندرية دي، خليك في مرسى ما تروح أحسن، طب ما نروح الغردقة، طب إيه رأيك ما في مشاكل دلوقتي في العريش ما بلاقي. وعنده رأيين متقلقل في جميع، طالع مع الطالع نازل مع النازل. لكن في آية رائعة احنا بنقول حاجة وبنحاول ندي سنة علاج نعم. كتاب في آية رائعة بتقول ان ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لانه عليك مش ذو الرأيين، ذو الرأي الممكن، ذو الرأي الواحد المظبوط السديد المديد تحفظه سالما سالما. ليه؟ لأنه عليك متوكل. الازدواجية الأولى في الكلمات، الازدواجية الثانية في الرأي والمشورات، لكن هاخد التالتة. أستأذنك قبل ما ناخد التالتة ناخد اتصال سريع كده في بداية الحلقة. أمين. أختي لونا أهلا وسهلا بيكي من نيوجيرسي. أهلا بحضرتك، سلام المسيح أخت ميرفت. أهلا بيك. أهلا بيك يا حبيبتي، الرب يباركك ويستخدمك أكتر وأكتر وتكون خدماتك دايما مثمرة ونحو عالم أفضل. أمين أمين أمين. الحقيقة عنوان الحلقة دي يعني مرتبط ارتباط مباشر بعنوان البرنامج نفسه ولمسني جدا، والحقيقة أنا بعتبر الحلقة دي فعلا دعوة للتغيير لنا كلنا. أمين. خطاة ومؤمنين. أمين في اسم الرب يسوع. أمين في اسم الرب. وإحنا فعلا مش هنتحرك نحو عالم أفضل إلا إذا شفينا من مرض الإزدواجية والعرض بين الفرقتين. أمين. والعالم يشوف فينا المسيحية الحقيقية، وإما نمشي في خطة السيد الرب بأمانة مطلقة أو نخلينا مع العالم وأسلم. لكن ناخد من العالم ونزوق الإيمان ونوسع الباب على الآخر علشان الناس تدخل، ونقدم لهم الإيمان المسيحي بصورة فيها كتير من الزيف والتساهل علشان نرضي العالم. يبقى احنا كده بنخدع الناس وبنعرض نفسنا لدينونة. احنا فعلا محتاجين ان احنا نشفى من مرض الإزدواجية. الأمر ده طبعا لازم يراعى مننا بأمانة كأبناء للمسيح، خاصة اللي منا في مناصب قيادية أو رعوية. اسمحيلي حضرتك إذا كنت هقاطع جنب الاستفاء، اتفضلي أشارك معاكي بشاهد من الكتاب المقدس. اتفضلي. موجود في سفر لاويين 21 نعم ابتداء من عدد 16. ودوت الرب استثنى في فئة معينة فيها عيوب معينة من تقديم خبز الإله للآخرين. الوحي بيقول وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون قائلا إذا كان رجل من نسلك في أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز إلهه، لأن كل رجل فيه عيب لا يتقدم، لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائد. أنا هقف هنا عند أعرج، أن الشخص الأعرج يكون له رجل سليمة والرجل الثانية معاقة، لكن العرج هنا بيرمز للعرج في الحياة الروحية اللي هو العرج بين الفرقتين. نعم. اللي أشار إليه جناب القسيس صفاء وحضرتك والأخت المباركة نجاة. نعم. الرب يسوع في العهد الجديد أكد لنا أن الباب ضيق جدا المؤدي للحياة الأبدية وقليلون الذين يجدونه. نعم. يبقى العرج بين الفرقتين في الحياة بيعرضنا لدينونة ومنافي تماما للأمانة اللي لو اتبعناها إلى الموت الرب هيدينا إكليل الحياة. أمين. زي ما وعدنا. أمين. يبقى أمين. فعلا أنا قلبي إن الرب يشفينا كلنا من مرض الإزدواجية. أي حد فينا بيتعرض للمرض ده وبيقع فيه بسهولة علشان يجاري الحياة أو ظروف العمل أو غيره، صلاتي إلى الرب إن إحنا نشفى تماما من هذا المرض، والرب يعيننا ويساعدنا. أمين. 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 شكرا ليكي ولمداخلتك الجميلة، يعني فعلا مشاركة جميلة. مرة تانية والرب يبارك حياتك، وتحياتي لجناب الشيخ صموئيل يوصل. شكرا ليكي ولمحبتك أخت لونا، وأهلا وسهلا بيكي وبكل مشاركاتك. تفضل حضرتك. في سفر اللاويين زي ما هي كانت بتتكلم لأخت لونا، بتتكلم عن شوية حاجات تانية إضافية، والرب عايز يخلع الإزدواجية من بداية
الوصايا اللي بدأ يحطها لنا في سفر التكوين. نعم. وبيكمل وبيقول وما يكونش فيه كسر في الرجل ولا كسر في اليد ولا أحدب ولا أكشم ولا في عينه بياض. شفت بقى وصلت ليه؟ أي حاجة، أي عيب، ولا أجرب ولا أكلف ولا مردود ولا أي حاجة من هذه الكلمات. نعم. لسبب وحيد، أن الله عايز خاصته، شعبه الغالي على قلبه، يكون بيعبد العبادة الحقيقية، عبادة روحية حقيقية من القلب لله. النهاردة يا رب اشفينا من المرض بتاع الازدواجية يا رب. يا رب احنا حياتنا بقت قاب قوسين أو أدنى، احنا تعبنا، احنا تعبنا فعلا. نعم. خلينا يا رب زي ما حضرتك اتكلمت في البداية، نوعين، نوع عنده الازدواجية ونوع متعصر من اللي عنده الازدواجية. نعم. ودوت مش قادر يدخل الكنيسة، ودوت بيدخل الكنيسة يعصر آخرين، فالأمور بقت صعبة. نعم. بقت صعبة. يا رب ادينا النهاردة ان احنا نتحرر من هذا الأمر في اسم يسوع. لكن النوع الثالث في الازدواجية، واسيب الفرصة للأخت نجات، الازدواجية الأولانية في الكلمات، في الرأي والمشورات. نعم. لكن رقم ثلاثة، ازدواجية في حب الله والماديات. خلي بالك، حب الله من ناحية والماديات من ناحية. الكتاب في لغة بيقول الكلمات دي، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. ازدواجية. نعم. ازدواجية سيدين، الله أو المال. ما يده يده. النهاردة الموضوع دوت محتاج وقفة روحية لناس بتسمعنا في اسم يسوع. احتمال تكون جيت البلاد دي وانت ظروفك ايا كانت الظروف، لكن بديت تشتغل وده حقك زي كل الناس، لكن بدا الشغل يضغط عليك ويضغط 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 لغاية حتى الكنيسة ما بقتش تقدر تروحها. قدس يوم الرب اللي موجود في كلمة الله بحسب عزرا وبحسب الشريعة وبحسب سفر نحميا، ما بقتش أعمله. حياة الروحية بدأت تنزل وتنزل 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 علشان الجنيه بالمصري أو الدولار بالأمريكي. النهاردة بلاش نخدم السيدين. الله مش عايزك تقعد عطلان، لا هتشتغل، عشان نكون ناس واضحين جدا هتشتغل، لكن طالما الله عطاك بحسب كلمة الله إن كان لنا القوت والكسوة فلنكتفي بهما. بلاش أزيد من الأمور في حياتي وبالتالي أوصل لمرحلة إن أنا مش قادر، مش قادر، مش قادر أخدمه، تعبت، أنا عايز أشتغل ساعات أكتر عشان أقدر أجيب فلوس أكتر عشان أأمن مستقبل أولادك. ما تعرفش إن مستقبل أولادك دول عند يسوع واللي ضامنهم يسوع. لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، الله أو المال. النهاردة بحسب الفكر اللي حضرتك اتكلمت فيه في البداية، لا تعرجوا بين الفرقتين. قال أحدهم إن كل لما تدوس على الفلوس، الفلوس هترفعك، لكن لو سبت الفلوس هتدوس عليك، الفلوس هتنزلك. وخلي بالنا من ملحوظة رائعة، الله المال ما عندوش مشكلة فيه، الله ما عندوش مشكلة، وإحنا ما عندناش مشكلة في المال، لكن المشكلة في كلمة محبة المال، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. إزاي مال يطعن؟ لو أنت معك دولار وهتضربه في بطن واحد مش هيعمل حاجة، لكن محبة المال. عندنا في مصر لسه قريب في الجرائد المصرية أن أخ ضرب أخوه عشان المراس، فراح الأخ، واحد مات والتاني دخل السجن، راح الأب علشان في المحكمة، في المحكمة علشان ده يدافع عن ده، تعدى الابن، كانوا قدام قاضي كده لسه ما دخلش الحجز جوه، وتعدى الابن مرة تاني على أبوه بالضرب أمام القاضي، وصارت الفلوس هي اللي بتضيع العلاج. يا جماعة خلينا النهاردة نحس إن في شخص في حاجتين، الله والمال. إن كان الله هو الغال على قلبك النهاردة، اديله وقتك، اديله وقتك. صدقون احنا مش ضامنين هنعيش قد ايه تاني، مش هينفع بعد ما تاخد وتجيب وتعبي يكون عندك، مش هينفع. لكن خلينا نتعلم الدرس واعرف ان حياتك مش هتعيشها الا مرة واحدة بس. حياتك مش هتعيشها الا مرة واحدة بس. مرة تالتة، حياتك مش هتعيشها الا مرة واحدة بس. بلاش ازدواجية بين حب الله، انا بحبك يا رب، وبين المال. ولما يجي اعلان زي اللي كان هنا من شوية في بداية الحلقة، ان المعطي المسرور هو يعطي بيحب الرب، وكيف ان احنا نقدم للقنوات ان انا على قلبي اعمل الكلام دوت، انا باجي في الحتة ديت واقول لا الكلام ده مش تبع هنا، انا الكلام ده برايي انا. لكن صدقوني تاني، بقدر ما تقدم ستسمع وستأتي بالبركات التي تجعلك كيلا
ملبدا مهزوزا فائضا يعطى في أحضانكم، لأن سيفتح لكم قوى السماوات. ففي ازدواجية في الكلمات، ازدواجية في الرأي والمشورات، ازدواجية بين حب الله وحب الماديات. نعم نعم. استأذن حضراتكم وناخد اتصال. أختي دولت من كاليفورنيا، أهلا بيك يا حبيبتي. ازيك؟ أهلا بيك يا حبيبتي. ألو؟ أهلا بيك يا حبيبتي، احنا سامعينك. ازاي شمال ما تكيش؟ أهلا بيك، أنا كويسة حبيبتي. ازيك يا حضرة القسيس؟ ازيك يا بركة. ألو؟ ازيك يا بركة. أنا كنت مبسوطة قوي من الحلقة بتاعت يوم الاثنين مع الأخت إيفيت. نعم. كانت أكثر من رائعة. ولما خالص فتحت دلوقتي التلفزيون ولقيت حضرتك على التلفزيون في الازدواجية. طيب نعمل إيه إحنا إذا كان واحدة مثلا إيمانها شوية ضعيف، أو مثلا ما هياش الإيمان، ما هياش مرات أسيس أو خادمة قوية، وتشوف مرات أسيس تتصرف تصرف يعسرها، أو الأسيس يتكلم عن الرعية إزاي بيدافع عن الرعية وهو ما بيدافعش عن الرعية بتاعته، أو مثلا في مرنمات يرنموا في الكنيسة وحاجة رائعة، لكن في ظهره في ظهر الناس يتكلموا كلام صعب كلام بشع. نعمل ايه احنا، او مثلا الانسان الضعيف ده او مثقل بهموم او ظروفه الماديه وحشه دي مش عثره ليه؟ طب يعمل ايه هو لما يشوف موقف زي ده؟ هل يسيب الكنيسه؟ هل يندمج؟ هل يسكت على حاجه زي دي؟ لو اتكلم يقولوا له انت اتكلمت ليه؟ طب يعمل ايه يا حضره القسيس؟ عايزين نعرف الازدواجيه دي بالنسبه لشخص في الكنيسه، خادم قسيس، مرات قسيس، مرنمه رائعه هايله، لكن من ورا تفتن وتعمل مشاكل مع الناس وتحاول توقع حد مع حد، نعمل ايه احنا؟ انا نفسي تشرح لنا حاجه زي كده من كلمه ربنا، والرب يباركك. امين اخت دولت. اولا شكرا يعني لمداخلتك، شكرا لصراحتك المطلقه، انت بتعبري عن مشاعر ناس كتير يا اخت دولت. اشكرك انك انت يعني بالصراحه دي بالوضوح عرضتي الامر اللي فعلا محتاجين له حل انا وانت واخرين. واسيب الميكروفون للاسيس صفا، فعلا نحتاج الى حل يا اسيس. الحل في الموضوع ده بسيط جدا. انا معاك ان القضيه صعبه وده مرض، لما نتكلم عن مرض. الحل في الموضوع دوت عشان ارتاح انا منه، رقم واحد بحسب رسالة العبرانيين، لو انا فضلت ابص على الناس انا هتعب، وعايز احط جطرة ما في النيكول والحاجات اللي بتطهر العينين دي. لكن خليني بحسب عبرانيين ناظرين لرئيس الايمان، ده الحل صدقوني. مفيش حد في كل البشر، في كل البشر إلا لما يكون في أخطاء شخصية. خلينا نوصل للموضوع ده، أيا كان جسيس، خادم، مدام جسيس، مرنمة، وأي حد، يا جماعة احنا بشر. بشر. فخليني رقم واحد، لو هبص على الناس هتعصر، وهكون الفئة الثانية اللي بتتعصر من فئة الازدواجية الروحية عند الفئة الأولى. خليني النهاردة ما بصش إلا على الرب. ده الحل الأولاني. لكن في حل تاني ورائع، أصلي للناس دي. لازم أصلي للناس دي، أصلي للناس دي لأن الناس دي محتاجة صلاة. أصلي للناس دي ما أقولش إن ده في قامة روحية كبيرة فأنا مش هصلي له وأنا محتاج اللي يصلي لي، لا أنا أصلي له لأن هو في الوقت ده محتاج صلاة. صدقيني هو محتاج صلاة، هو واصل لمرحلة اسمها الإزدواجية الروحية، فبيحصل كذا وبيقول كذا وكلام من ورا كذا، سواء كان خدام مرنمين أيا كان نوع. رقم واحد ما بصش على البشر، لأن اللي هيبص على البشر هيتعب ويتعصر. لكن رقم اتنين أصلي للي هم واجعين في مرض الإزدواجية الروحية. رقم تلاتة والأخيرة إن أنا ما سيبش مكاني. الحتة دي مهمة يا أخت دولت، ما تسيبيش مكانك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو كل واحد هيتعصر من واحد في الكنيسة، كل الناس هتسيب الكنائس، لان ما فيهاش حد كامل، ما فيش كنيسه كل الناس اللي فيها بيرفكت او قديسين او ملائكه، ما فيش كل الكلام ده. خلينا نقتنع بالفكر الكتابي، واحد ابص على الرب، اتنين اصلي للناس دول، بالنسبه لي انا ما سيبش مكان. في قصه رائعه جدا في كلمه الله عن شخصيه رائعه لم يذكر في كل كلمه الله سوى سطرين ايتين بس. الشخص دوت كان من ابطال داوود وكان اسمه شمة ابن اجي الهراري.
والقصة في دقيقة واحدة بتقول الآتي، إن داود قال له يا شمة أنت هتكون ملك على قطعة الحقل المملوعة عدس دي، ومعاك جيش حواليك، في جيش حواليك، أول ما يجوا الأعداء أوقف أنت والجيش اللي معاك وما تخليش حد ياخد قطعة الحقل المملوعة عدس دي. قال له ماشي يا سيدي داود. أول ما بصوا كده الجيش اللي وراه وهو واقف، بصوا لقوا الأعداء جاي جيش كبير عليه، فكل الناس هربت، كلهم هربوا. بس يذكر الكتاب في سفر صمويل الأول أصحاح 23 هذه الكلمات الرائعة: فوقف شمة في وسط قطعة الحقل المملوء عدس، وأعطى الرب خلاصا على يديه. وبعد كده الرب أعطاني ثلاثية ثلاث كلمات في القصة دي. أول حاجة، رغم ترك الجميع لم يترك شمة مكانه. اثنين، رغم عدو مريع جاي على شمة لم يترك شمة مكانه. ثلاثة، رغم دفاعه عن شيء وضيع شوية عدس لم يترك شمة مكانه. نداء يا أختي دولة وانت بتسمعينا دلوقتي، من فضلك صلي لهم، بص على يسوع وما تسيبيش مكانك، عشان الدنيا تمشي بالطريقة اللي الرب عايزها تمشي. ونصلي لهم والرب يعرف يشفي النهاردة من مرض الإزدواجية الروحية. أمين أمين أمين. يعني فعلا كلام رائع، وفي نفس الوقت الموضوع ليس بسهل. يس. فعلا نحتاج قوة علوية. يس. تقدر تدي الإنسان هذا اليقين فعلا، إنه فعلا ما سيبش مكاني، لأنه بيتي طبعا. ما ينفعش كل يوم أسيب بيتي لمجرد إن في حد فيه تعبني. لكن حضرتك قدمت عدة أمور، يا ريت نكون فعلا نقدر نكون بنمشي الخطوات إليها حتى ما نخسرش. أمين. وما نخسرش كمان الآخرين. أمين. أختي نجاة، أكيد طبعا الإزدواجية أنواع كثيرة، ذكرنا منها إزدواجية الكلمات، إزدواجية الرأي والمشورات، إزدواجية حب الله والماديات وحب الماديات، وهذا الصراع الصعب الذي يواجهه كثيرين في هذه الأيام. ماذا عن أنواع أخرى للإزدواجية؟ في الإزدواجية اللي جاية كانت بتتكلم برضو عنها الأخت دولة دلوقتي، بين النجاسة والقداسات. فزي ما هي كانت بتقول إنه ممكن واحدة مرنمة أو حد كبير في الكنيسة ومركزه كبير، لكن من جوه مفيش قداسة، مفيش حياة تقية قدام الرب. في اوقات كتيره احنا سهل قوي قوي نتعامل مع المقدسات نفسها، يعني سهل قوي مثلا نلاقي مثلا في ليله الكريسماس ناس تسهر ممكن للصبح وتجهز وتعلق زينه وتعمل وتشتغل، وفي الكنيسه مش عارفه تعلق ايه وتعمل ايه، ويعملوا برامج وحاجات جميله جدا جدا ومظهرها جميل قوي قوي، وحاجات جميله مقدسات اتعامل معاها، بس سهل جدا اتعامل معاها. لكن تعال نقول مثلا هنقعد ليله صلاه مثلا، تلاقي واحد اتنين تلاتة بالكتير قوي اللي بيقعد ممكن يقعد قدام الرب. لو قلنا مثلا كم حد بيقعد قدام الرب ياخد أعداد قدام الرب من الناس اللي بتروح وتيجي وبتعمل برامج وبتعمل حاجات كبيرة قوي مظهرها جميل وشكلها جميل، تلاقي ما فيش كان واحد ولا اتنين اللي بيقدر يقعد قدام الرب وياخد فرصة كده قدام الرب ويشبع بالرب ويتعلم منه ويقرأ كلمته. فاحنا سهل جدا بنتعامل مع المقدسات نفسها، لكن صعب قوي نتعامل مع القدوس أو نقعد مع القدوس. سهل جدا تبقى حياتنا من شكلها من بره قداسة، لكن من جوه في نجاسة. الكتاب بيقول انه شكل من بره قبور مبيضة، لكن من جوه عظمتنا. والرب نفسه قال ويل لكم ايها المراؤون، انه كنتوا بتنظفوا خارج الكأس لكن من جوه مش نظيف. الرب قال لهم ويل لكم، في ويل فعلا لكل واحد بعيش الحياة الازدواجية. لازم ان يعرف كل واحد بعيش حياة الازدواجية الموضوع مش سهل، اللي مزرعه الانسان ايه يحصد، ودي حاجة بتحزن قلب الرب قوي، وهي حاجة ما تفرحش قلب الرب أبدا. فالرب نفسه بيقول ويل لكم أيها المراؤون، من جوه حاجة ومن بره حاجة، بتنظفوا بس اللي بره، عمين تزينوا في اللي بره، تجملوا في اللي بره، لكن اللي جوه عظمنا، اللي جوه حاجات صعبة قوي، اللي جوه شكلها صعب، جوه ريحتها صعبة قوي. فدي حاجة بتبقى يعني منتشر قوي في وسط العالم المسيحي والمؤمن كمان في الكنائس للأسف يعني. وده الفرق بين المؤمن الجسد والمؤمن الروحي. يعني الكتاب بيقول في رسالة كورنثوس المؤمن الجسدي والمؤمن الروحي، ده مؤمن وده مؤمن. بس المؤمن الجسدي الجسد هو اللي بيقوده، الجسد هو اللي بيتغلب عليه، عشان كده بيقول لهم إذ بقيناكم تحزب وانشقاق وغيرة وحاجات كتيرة قوي قوي. ده مثل مؤمنين، أيوة مؤمنين وحلوين وبيصلوا وبيرنموا وشكلهم جميل، أيوة. لكن ده المشكلة في إيه؟ إن أنا في الوقت دوت الشخص اللي هو المؤمن الجسد دوت اللي بيخلي الجسد هو اللي بيسيطر عليه،
مش الروح، مش الروح القدس هو اللي بيقوده، لكن جسده هو اللي بيقوده. وفعلا منظرها صعب ووضعها صعب جدا، الشخص المؤمن اللي بيخلي الجسد هو اللي يقوده. لكن فعلا احنا محتاجين في الايام ديت ان احنا نسيب المجال لروح الله مش لجسدنا، لان جسدنا لو احنا مشينا ورا الجسد هيودينا في داهيه، هيتعبنا وبيبهدل الكنائس، بيبهدل البيوت، بيبهدل حاجات كتيرة لما الجسد هو اللي يقود مش الروح القدس. فبيقول مكتوب في الآخر إن الرب هيمتحن الأعمال، في أعمال هتبقى قش وخشب وعشب، وفي أعمال تانية فضة وذهب وأحجار كريمة. لو إحنا بصينا لشكل دوت وشكل دولت، ثلاثة وثلاثة، لو إحنا بصينا لشكل القش والخشب والعشب، يعني لو جبنا شوية عشب وشوية قش لهم حاجة كبيرة قوي، عاملة منظر كبير قوي، حاجة شكلها كده ملفت للنظر، حاجة كده يعني كبيرة تملى كأن العين. لكن لما يجوا دول ده هيمتحن بالنار وده هيمتحن بالنار، الأعمال دي هتمتحن بالنار والأعمال دي هتمتحن بالنار، دي حياة ودي حياة. لما ده يدخل النار، الحاجة الكبيرة اللي عاملة منظر كبير وكأن حاجة كبيرة، لما تتدخل في النار هتطلع في الآخر شوية رماد، لهمش أي فايدة، لهمش أي مكافأة، لهمش أي كأن ولا عمل أي حاجة خالص، كله على الفاضي، كله كده بس هيصة كده وزيطة وحاسر بيعمل حاجة. لكن لو جبنا حتة دهب لو صغيرة ممكن ما تكونش باينة قوي، أو فضة أو حجار كريمة، اتحطت في النار هتلاقيها بتلمع، تلمع وبتبرق. هو ده الفرق بين الشخص اللي بيعيش حياة القداسة الحقيقية والشخص اللي بيعيش الحياة القداسة المزيفة، اللي من بره قداسة لكن من جوه في نجاسة، في أفكار شريرة، في أفكار مش مظبوطة، في حاجات مش مظبوطة جواه. هو ده الفرق بين الاتنين. والرب في الآخر لازم الأشخاص النهاردة نحن نتكلم علشان نطوب ونرجع، علشان نفوق، نحن نتكلم عن الموضوع دوت لأنه فعلا هو موضوع يعني مرض عصري فعلا، ومرض بين الكنائس جامد قوي ومنتشر وبيزيد كل شوية. وإبليس بيدخل في النقطة ديت علشان يعني إبليس لما بيجي يدخل في حاجة مش بيدخل ممكن يبان ان هو ابليس، لكن بيبان كانه ملاك نور، كانه حاجه كده جوه الخدمه وحاجه في الخدمه، وعشان ما يبانش. وفي الاخر نلاقي الكنائس ممكن تكون خربانه، وده زعلان من ده، وده قايم على ده، وده متعصر من ده، وبالتالي الكنائس بتضعف ومفيش الروح القدس مش شغال، مش قادر ياخد مجال. وليه؟ لان احنا ادينا مجال للجسد، فتحنا الباب للجسد وقفلنا المجال على الروح القدس، ما اديناش الفرصه للروح الله. لكن النهارده فعلا احنا محتاجين ندي الفرصه لروح الله ونقفل الباب على الجسد. عشان كده اخت نجاة اسمحي لي استوقفك، مبسوطه قوي عشان بنيتي كلامك على كلام ومداخله الاخت دولت، وده واقع، حد بيسال عن واقع. أيوة طبعاً. معاش انبسطت لما لمستي عده امور يمكن عمليه جدا. قلتي انه لو انا كلفت حد بانه يعمل برنامج ليله العيد بيعد باجمل صوره ممكنه، يعمل برامج رائعه، بيعلق الزينه وبيعمل بيعد اللي هنتعشى فين وهنعمل ايه وازاي هيرتب الكنيسه، وبيكون ناجح خالص. لكن اذا انا دعيته لاجتماع صلاه، للاسف للاسف حضرتك قلتي للاسف، لا يتجاوب. ويبقى السؤال، هل اسيبه ولا برايك هل اتواجه معه؟ يعني هنا برضو خلاص انا عرفته هو شخصيته، وده سهل قوي انه بعد شويه مهما كان الشخصيه مزيفة إلا أن الناس بتستنتج. وزي ما شفنا كلمات الأخت دولة اللي هي يعني بتقولها بكل مشاعرها المتألمة، نعمل إيه؟ هي في حيرة. فسؤالي، هل صح أواجه الشخص؟ هل صح مش عارفة حتى عشان نفسه أروح لغاية عنده وأقول له أنا بشوف أنه الجزئية دي في حياتك، هل ده صح ولا إيه رأيك؟ هو أنا من رأيي أنه دي محتاجة حكمة خاصة من الرب، يعني في الحل أو في العلاج اللي احنا برضو هنتطرق ليه في الآخر، يعني هنتكلم فيه في الآخر، أنه دي محتاجة حكمة خاصة من الرب. بس أول حاجة، أول نقطة، أن أنا أبص للشخص ده كأنه شخص مريض، مش أبص له أنه هو شخص حاجة كبيرة عشان أقول ده مرات أسيس أو دي مرنمة أو دي كذا، ماليش دعوة بيه هو بيعمل إيه في الكنيسة، لكن أنا أبص له أنه هو مريض. يعني لو احنا بصينا لواحد مريض مثلا تعبان مش قادر يمشي، اقول ليه ازاي ده مش عارف يمشي واقعد الوم فيه؟ طب انا محتاج اسنده، محتاج اساعده في الوقت دوت، وانا ابص له بنظره ان هو ده شخص مريض محتاج مساعده، مساعدتي لي قبل ما اتكلم معاه، مساعدتي لي اللي انا ارفعه قدام الرب. ده محتاج حريه، ده محتاج تحرير. لان هو ابليس مقيده بامور يعني جسديه،
فابليس لما مقيده بالامور ديت انا محتاج اساعده في ان انا اساعده في التحرير، اساعده في التحرير عن طريق صلاتي، ان انا فعلا ارفعه واقف قدام الرب علشانه واقول يا رب فلان توبه فوقه، اتعامل انت معاه، خليه فعلا يعني يرجع لك، خليه يعرف ان هو عايش حياه الازدواجيه ديت، اعلن اعلن انت تكشف له، انت تبكته بالروح القدس. لما انا اكون بصلي له اكيد وانا بصلي له ربنا اكيد هيوجهني اعمل ايه مع الشخص ده. يعني في نوعيات، ممكن في نوعيه يفضل اكلمها، في نوعيه لا يفضل ما اكلمهاش واسيبها واقعد اصلي من اجلها. ففي الوقت دوت ربنا هيديني حكمه خاصه انا اتعامل مع الشخص ده بالذات في الوقت ده ازاي. انا ممكن اكلمه بس مثلا بعد فتره، بعد ما انا اصلي له فتره طويله ممكن الله يكودني يقول لي اروح اكلمه، اكلمه بروح الوداعه زي ما قالك اصلحوا انتم الروحيين بروح الوداعه، علشان ما يبتلعش من الحزن، ما يبتلعش من ان هو ممكن يضيع خالص بدل ما يضيع خالص. فانا في الوقت دوت محتاج حكمه، بس نظرتي ليه بتفرق. انا ببص له، ابص له نظره ان ده مريض محتاج شفاء، محتاج تحرير، محتاج حريه، لان الجسد هو المسيطر فمحتاج له الروح القدس. فالروح القدس انا شخص يعني ربنا مثلا مديني استناره وانا بعيش حياه مش الازدواجيه وبعيش حياه تقوى فعلا واستقامه قدام الرب، فانا محتاج اشيله ارفعه اسنده في صلاتي في ان انا ارفعه قدام الرب واصلي يا رب اديني حكمه اتعامل معاه ازاي، اكلمه، طب اديني نعمه وانا بكلمه، طب انت افتح الباب وانا بكلمه، يا رب تعالى انت بنورك واعلانك ليه مثلا. فلما الرب لو قادني ان انا اكلمه اكيد الرب هيجيب يعني حل وهيعمل حاجه، ممكن يبكته عن طريق كلامي، ممكن رب يبعت له حد تاني، ممكن يبعت له خدمه يسمعها بعيده عني بس بصلاتي الكلمه ديت اللي سمعها عن طريق خادم مثلا تفرق معاه فتغيره فتعالجه وهكذا. يعني واحنا بنتكلم دلوقتي لو حد بيسمعنا مثلا وهو بيعيش حياه الازدواجيه الروح القدس ياتي كده بتبكيت زي ما قالك وبطرس بيوعظ قالك نخسوا في قلوبهم، بعد كده لما نخسوا تابوا جمعوا ورجعوا للرب. نفس الحكايه وهو بيسمعنا النهارده، اي حد بيعيش حياه الازدواجيه وهو بيسمعنا النهارده، يعني احنا بنصلي ان فعلا الروح القدس ياتي انه يبكي ضميره وينخس قلبه، انه فعلا يتوب عن هذه الخطيه اللي الرب قال عليها ويل، اللي بتحزن قلب الرب، لان الرب ما بيحبش الالتواء، بيحب الاستقامه. نعم، اشكرك جدا، اجابه وافيه. ماذا عن انواع اخرى للازدواجيه؟ في كمان ازدواجيه بين البعل والعبادات او الصنم والعبادات، ده كان ايام ايليا قلتيها في الاول وفي حد اتكلم برضو عنها. ايليا كان في انبياء للبعل وفي ناس ابتدت شويه تعبد الله وشويه تعبد البعل، شويه تبع ده وشويه تبع ده، شويه ممكن تخاف من ايزابل واخاف فتعبد البعل وشويه يمشوا مع الرب. فايليا بروح تحدي كده واحتد جواه بروح الله، وقف قال إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الله هو الله فعبدوه، وإن كان البعل فاتبعوه. أنا واحد، أنا لازم أحدد النهاردة أنا بعبد مين؟ أنا بتبع مين؟ أنا بعيش لمين؟ مين هو سيدي؟ مين هو إلهي؟ الناس محتاجة تعرف هويتي، أنا بعيش لمين؟ أنا ممشي ورا مين؟ الناس مش عارفة لي أنا شوية مع الرب، شوية مع العالم، شوية بعمل ده، شوية بعمل ده، شوية بتشبه بأهل العالم، شوية بتشبه بأهل الكنيسة وأهل المؤمنين والناس المؤمنة. لكن العالم النهاردة محتاج فعلا إن احنا نكون يعني يشوف فينا أنا بعبد مين. وأحيان كتير على فكرة الأيام ديت مفيش صنم، يعني مفيش صنم بنعبده كصنم، لكن احنا ممكن يكون في حياتنا أصنام، مش لازم يكون صنم اللي هو بجيب حاجة خشب ولا حاجة معينة مثلا وبعبدها، لا مش هو ده مش صنم في الأيام ديت. احنا ممكن يكون في حياتنا أصنام تاني. في حد قال اللي بتحبه أكتر بتقعد معاه أكتر وبتعبده، فأنا إذا بحب الرب بقعد معاه أكتر. شوف أنا بدور في حياتي مين الحاجة اللي بحبها أكتر وبعد معها أكتر، يبقى دي أصبحت صنم في حياتي، أصبحت بعل في حياتي. فممكن تكون في حياتي مش لازم يكون أصنام حرفية، لكن ممكن تكون أصنام في حاجات في حياتي، زي ما كان بيتكلم الأسيس من شوية الماديات. يعني ممكن يكون المادة أو الماديات أو الفلوس، احنا مش بنتكلم ان نقول ما اشتغلش واسيب الدنيا وكده، لكن في نفس الوقت مين الأول في حياتي؟ مين أولوية حياتي؟ مين محور حياتي؟ مين هدف حياتي؟ هو ده المهم. أنا ممكن أشتغل وأنا بشتغل أكون في صلة وعلاقة بيني وبين الرب، وأنا بشتغل أنا عارف يا رب أنا بشتغل لأني لازم أشتغل وده طبيعي والرب أمرنا بأن احنا نشتغل ونعمل بإيدينا
والرب بيرضى بحاجه زي كده. لكن وانا بشتغل انا بمجد الرب، قال لك اعملوا كل حاجه اذا كان اكل ولا شرب ولا اي حاجه لمجد الله، حتى شغلي نعم. لازم يكون لمجد الله. نعم. فلازم وانا بعمل اي حاجه انا بعمل لمين؟ مين هدفي؟ مين نعم. مين اولويه حياتي؟ مين اللي بيدير حياتي؟ مين اللي بيدير دفه حياتي؟ هو ده المهم، هو ده اللي بيرضي قلب الرب، هو ده اللي بيشبع قلب الرب. فاحنا مش بنتكلم، ممكن يكون حاجه عاديه يعني ان انا اكون بشتغل، ده لازم عادي طبيعي، واي حد ممكن يشتغل ما فيش مشكله. لكن واي في حاجات تانية ممكن تكون في حياه الشخص حاجات طبيعيه، لكن اصبحت في حياتي ممكن في وقت من الاوقات كصنم. فانا بتبع مين؟ ان كان نعم. الله هو الله فاعبدوه، وان كان نعم. البعل فاتبعوه. لازم تحددوا هويتكم، انتوا بتعملوا مين. امين يا حبيبتي. اخت نجيبه من كندا، اهلا وسهلا بيكي. الو، اهلا بيكي حبيبتي. على الهواني حضرتك؟ على الهوا حبيبتي، اهلا بيكي. على الهواني؟ نعم، من فضلك حاولي توطي، حاولي توطي التلفزيون شويه من فضلك. هاي الاخت، من فضلك حاولي توطي التلفزيون شويه. مدى اسمع شيء حبيبتي؟ احنا سامعينك بس من فضلك. نعم. وطي وطي ألو. التلفزيون شويه يا اخت نجيبه من فضلك. انت تحكي هاي المره حبيبتي، انت على الهوا واحنا سامعينك. انا على الهوا؟ نعم. عندي سؤال للقس. تفضلي. انا مثلا اقول للناس اكو 12 باب عن ملوك السماء. ايه، عن ملكوت السماء اكو 12 باب. ايه، اكو 12 باب. اريد اسال سؤال للقس. تفضلي. هسه مساء الخير والله يطول عمركم، ومساء مساء المسيح معاكم، سلام المسيح ومعك ايضا. اسال سؤال القاس، انا لما اقول للناس اكو 12 باب بالجنه، نعم 12 باب جنه، يضحكون علي يقولوا لا ما صدق، ما يصدقون علي، بس اكو 12 باب. اريد اسال السؤال عن خلي يعني يحكي له يعني يقول لي اياها. والثاني سؤال، نعم مو اكو مثلا اكو عندنا جنه ونار وعندنا مطر، مو اكو مطر؟ نحن ما يقولوها اسلام، احنا المسيحيين، انا مسيحيه، نحن مثلا احنا نصلي، انا اصلي مثلا كل الناس اصلي لعندهم صلاه، الما عندهم صلاه، الميتين بقول هالمطر خطيه نيت المطر، نحن توصل صلاه عليهم الله مثلا ينطيهم رحمه يطلعهم. بس هاي وصلوا لأولادي والبناتي وجيراني والعراق والمصر سوريا، صلوا لهم. أمين. والكندا أمريكا أمين يا حبيبتي، أمين. شكرا لك يا أختي نجيبة. حضرة الأسيس هيرد عليكي، وفعلا إحنا بنصلي مشغولين بالصلاة لكل العالم، ويعني أنا مبسوطة أن أنت كمان مشغولة بالصلاة من أجل كل العالم ومن أجل بلدك الأصل العراق، لكن بلدك اللي عايشة فيها كندا. شكرا لك يا أختي نجيبة، تفضل حضرة الأسيس. زي ما فهمت السؤال انها بتتكلم ان في جنة ونار. نعم. واحنا بنوضح للأخت نجيبة في اللحظات دي ان مفيش حاجة اسمها جنة، لان الجنة غرقت في ايام الطوفان بتاع نوح، لكن نحن المسيحيين عندنا السماء. فانا بمجرد ما اقول له يا رب يسوع سامحني، انا بترك حياة الظلمة وبتبع حياة النور، بترك العيشة مع إبليس وبمشي في العيشة مع يسوع، بترك كل ضغوط في حياتي العالمية وأتجه إلى أمور روحية رائعة. يمكن الأخت نجيبة وسؤالك الرائع، يمكن سؤالك دوت يخلي في ناس تاني قاعدة معاكي عايزة تسمع رسالة المسيح، وده الهدف الأساسي من كل مرة فيها بتبقى في حلقة على الهواء. في ناس كتير، ألاف وألاف وألاف ناس بتسمع دلوقتي، وانت بتسمعي دلوقتي قول يا رب أنا عايز أتحرر من جهنم، يا رب النهاردة أنا عايز أسيب الخطية. الكلام ببساطة جدا والكلام طالع من قلب علشان يوصل الجنة. قول يا رب النهاردة أنا بترك كل خطية في حياتي، أنا مش عايز أروح جهنم يا رب، مش عايز أروح النار اللي كنت حضرتك بتتكلم عنها من شوية. خلينا في اللحظات دي نكون بنقدم توبة حقيقية، وإحنا بنصلي لك يا أخت نجيبة، وبنصلي لكل واحد موجود معانا وبيسمعنا في اللحظات دي. أنا مثقل يا أخت ميرفت أني أعظم شيء أن إحنا نقدمه
ان احنا نقدم صلاة في اللحظات دي. امين. واللحظات دي انا بصدق ان الله يقدر يوصل لناس كتيرة موجودة وبتسمعنا دلوقتي. ان كانت حياتك بعدت وان كنت مؤمن في حالة ضعف، او ان كنت لسه ما تعرفش حاجة عن يسوع، او كنت في شوية شوشرة في امورك الروحية، تعالى النهاردة وقدم له التوبة الحقيقية ليه هو وحده، وغمض عينك وصلي معايا مع الإله الرائع اللي هو جه في ملء الزمان وأخذ مكاننا على صليب العار. مكتوب بالكتاب ملعون كل من علق على خشبة. النهاردة تأخذ حياة، صدقني النهاردة يوم 3 في شهر 8 تأخذ حياة جديدة. أمين. ويكتب اسمك في سفر الحياة، ويبقى أعظم نجاح لهذا للحلقة دي. أمين. لهذا البرنامج هو أن في ناس تكتب أسماءها في هذه اللحظات. أمين. في سجلات السماء. أمين. غمض عينك وصلي معايا. يا رب يسوع، بالسلطان المعطى لنا بالروح القدس، محتاجينك يا رب، محتاجينك تطهرنا من كل خطية. أمين. في إخواتي قاعدين دلوقتي يمكن ما كانش الهدف إن هم يسمعوا الكلام ده، يمكن ما كانش الهدف ان هم يعيشوا الكلام ده، يمكن بيحولوا في المحطات صدفة وجت المحطة على الكلام ده، لكن ساعدنا يا رب ان احنا نفهم ان الكتاب بيقول ان كنت حكيما فانت حكيم لنفسك، وان استهزأت فانت وحدك تتحمل. اليوم توجد توبة من قبل الله لنا على حساب دم يسوع المسيح الذي سفك على صليب العار، وانت فاتح ايديك وبيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين ثقيل الاحمال، لان الوحيد اللي عنده الراحه هو يسوع، الوحيد اللي هو بيريح يسوع، الوحيد اللي هو بيشفي، له كل المجد ربنا يسوع المسيح. يا رب ساعدنا في اللحظات دي ان احنا نتخذ قرارات جديده في حياتنا الروحيه. إن كنت بعيد خالص أجرب منك وأقول لك النهاردة سيصير يوم جديد في حياتي الروحية، وإن كنت خاطي أنا جاي لك وبعترف لك وأقول بنفس الكلمات اللي قيلت قديما، ارحمني يا رب أنا الخاطي. وإن كنت مؤمن ضعيف أنا جاي لك علشان خاطر تبدل ضعفي بقوة روحية جديدة، تشفيني من كل أمراض روحية بما فيهم مرض الإزدواجية الروحية. ساعدنا يا رب إن احنا نعيش ليك الأيام القليلة اللي باقية لينا في حياتنا. وبناء على طلب أختي نجيبة احنا بنصلي علشان مصر. أمين. بنصلي عشان العراق. بنصلي عشان سوريا. نعم يا رب. بنصلي عشان اليمن. أمين. بنصلي عشان ليبيا. بنصلي عشان الجزائر. أمين. وعشان الشرق الأوسط. وعشان أمريكا وعشان كندا وعشان أستراليا وكل دول العالم في اسم الرب يسوع المسيح ليحل سلامك العجيب عليها. أمين يا رب. في اسم حبيبنا الغالي يسوع نصلي. أمين. وليك كل المجد. أمين. عزيزي المشاهد، مش عايزة أضيع الفرصة دي قبل ما أقول لك من فضلك لو كنت صليت الصلاة دي مع حضرة القسيس، أرجوك خد قرارات سريعة الليلة دي وانت قدام الشاشة، انك هتعيش للرب بالكامل، هتنزع عنك كل خطية بل كل ازدواجية ضيعت هويتك وضيعت يعني اقول ايه انتسابك لشخص الرب يسوع، بقى كل ما فيك مختلط، مش عارف اشوفك صح، مش عارف اشوفك هل انت ابن لله ولا انت بتعمل امور خلاص بقت شبه العالم، هل دبت في العالم ولا لسه انت الملح والنور المميز اللي قدراتك لسه موجودة ما فسدتش، قادر تدي طعم للعالم، قادر تنور في الظلمة. أرجوك لو كنت صليت الصلاة ديت، أنا عايزاك تاخد في قلبك قرار كبير، مش هرجع مرة تاني. نعم. واسيب إيد إلهي وحبيبي وأتخلى عنه وارجع لعالم فاسد ملوش أي هدف. لكن بشجعك لو تعرف تتواصل معنا، أرجوك اتصل بينا حتى بعد الحلقة، أو حتى لو الحلقة بتتعاد، لو أنت في أي مكان اتصل بقناة الكارما وادي اسمك
عشان نصلي من أجلك، ولكن كمان نتجاوب معاك، ممكن نبعت لك كتب، نبعت لك أي مطبوعات أنت محتاج ليها. حضرة القسيس بشكرك فعلا علشان اغتنمت الفرصة الحلوة دي اللي أنا واثقة أن كثيرين اتلمسوا من خلالها، أو محتاجين كانوا يقولوا كلمات ويمكن مش عارفين يقولوها، أو عايزين ياخدوا قرار وإبليس مكبلهم مش عارفين ياخدوا هذا القرار. طيب حضرة القسيس، أنا عارفة أن هناك الكثير من الإزدواجيات في الحياة الروحية، ماذا عن أمور أخرى وأنواع أخرى للإزدواجية؟ هو في بعد أنواع الإزدواجية في حتة مهمة في الأسباب. هل في أسباب للإزدواجية؟ نعم في أسباب للإزدواجية. أسباب الإزدواجية كتيرة، لكن برضو هنوجزها في سبعة زي ما اتكلمنا في ديكي. طب سامحني حضرة القسيس، قبل ما نبدأ في السبعة، في اتصال من مصر وإحنا بنخاف لا يفقد. أي اتصالات ما فيش مشاكل. أخي إيهاب من مصر، أهلا وسهلا بيك. ألو، مساء الخير. مساء النور. بجد حقيقي ربنا يبارككم كلكم. قناة الكرمة قناة هايلة جدا، أنا بحبها ومن عشاقها جدا، وربنا يسامحكم بتخلوني أسهر كل يوم لغاية الساعة 5 و6 الفجر يعني. ربنا يبارك. أنا مبسوط وأنا بعمل كده طبعا عشان بستفاد قوي من القناة دي صراحة يعني. نفسي يا إيهاب على تشجيعك الجميل، ربنا يباركك. ربنا يخليكم يا رب دايما ويستخدمكم في اسمه. أمين. أنا عندي سؤال بس. أنا عندي أمنية أن أنا أخدم، ونفسي أكون بخدم فعلا ربنا وحاطط على قلبي كده، لكن أنا حد مش بيعرف يخدم وسط الكنيسة أو وسط المؤمنين عامة. لكن لسه كنت سامع، مش عارف، أنا أسف نسيت الاسم، مدام اللي كانت تتكلم، نجاة، الأخت نجاة، حد هايل جدا. أيوة، بسم الله. الخط وقع. أخويا إيهاب كلامك حلو، لكن إيهاب أنت معانا؟ إيهاب حاول تتصل مرة تاني من فضلك. إحنا عموما سمعنا جزء كبير من سؤالك، أنت نفسك تخدم بس ربما مش عارف تخدم بين المؤمنين. طبعا محتاجين نسمع بقية السؤال حتى نعرف أنت محتاج إيه بالظبط. طيب خلينا برضو نسأل حضرة القسيس، إزاي ممكن يخدم؟ الخدمة دي مش للرعاة أو القساوسة أو المتقدمين أو القادة في الكنائس، ولكن الخدمة لكل مؤمن تم انتقاله من الدفتر الكبير بتاع إبليس ووصل للمكان الكبير اللي اسمه سفر الحياة. يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. عارفة كوريا أول ما تنزل المطار بتاعها مكتوب عبارة رائعة، يقول لك كوريا هي البلد التي لمستها أصبع الله، فيها أكبر كنيسة في العالم بتاع بول وايشو. كوريا دلوقتي عدت التعدادات بتاعتها، بيعملوا 12 اجتماع يوم الحد، كم الناس اللي بتحضر هناك رائع. بيعملوا إيه؟ الواحد يتخلص النهاردة ويبدأوا يتلمزوه ويعملوا له بوش، يدفعوا في الخدمة. ده الشيء الرائع. أخوي إيهاب، إن كنا في مصر إحنا بنبص للأمور بطريقة شوية صعبة ومحتاجين وقت إن إحنا نعيشه في الأمور دي، لكن أشجعك إنك تنتمي لمكان وكنيسة شغالة، والكنيسة الشغالة هتشجعك إنك تنزل وتخدم، والكنيسة الشغالة اللي هتشجعك تنزل تخدم أحلى حاجة في خدمتك هي خدمة الكرازة للآخرين. ما تقولش إزاي، هي مش محتاجة تعليم. هو غالبا رجع. طب نسمع كمان السؤال. اخي ايهاب اهلا بيك مره تاني. اهلا بيكي. انا اسف انا مش عارف الخط اتقطع ازاي، بس مشاكل. انا حابب اكمل السؤال. مفيش مشكله، بس احنا فعلا كنا عايزين نعرف ايه هدف سؤالك يعني. عايز اطمن بس، هل فعلا ان انا يبقى نفسي اخدم ونفسي ان انا حاطط على قلبي ان انا اكون بخدم ربنا في حياتي، وانا مش باخد خطوه جديه او مش بكون عملي في كده ان انا بدور من كل قلبي على خدمه، فهل دي ممكن تكون من ضمن حياه الازدواجيه في الحياه الروحيه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، انا يعني كان في دراسه كده في اكتشاف المواهب، فاكتشفت ان انا من اكثر المواهب اللي عندي ان انا حد معطي.
فهل ممكن ان انا بسبب ان انا اكون ناجح في ان انا اكون معطي ان انا ان اكون الله بيشغلني في عملي او ان انا اكون بنشغل اكتر في عملي عشان اعرف اكون بأعطي، ولكن ان هي شهوة قلبي ان انا اكون عكس كده، ان انا اكون عايز ابقى شهوة قلبي او انشغالي في خدمة ربنا او ان انا اكون بعمل يعني في خدمته، فمحتاج بس ان انا يعني اعرف هل ان انا انشغل فعلا واكون مبسوط في كده ان انا واكتر حاجه هي بتشجعني فعلا في انشغالي في الشغل ان انا بشهد بربنا في يعني في حياتي وفي الشغل، ودي اكتر حاجه بتشجعني بس. وربنا يبارككم، ومحتاج اسمع الاجابه. امين. اتفضل حضرتك الاسئله. اولا ربنا يباركك اخويا ايهاب علشان انت سهران لغايه هنخلص هتكون 5 الصبح عندك فعلا، ربنا يباركك. اريحك في الموضوع ببساطه. الحته الاولى وانت بتقول انك انت مش عارف خدمتك لكن انت منتظر، وده شيء رائع جدا ان الواحد ياخد من عند ايد سيده، ياخد من عند ايد سيده، مش عشان خاطر الكنيسه فيها عجز في اجتماع مدارس الاحد فانا يدفعوا لي يبقى انا بقيت قائد في مدارس الاحد او في اعدادي او في الشباب سي واتفر الاجتماع اللي فاضي فانا اتزجت فيه، دي ما اسمهاش خدمه. الخدمة الحقيقية إن أنا باخد دعوتي من عنده في محضر الله وفي روح الصلاة، ده الطبيعي إن أنا آخد دعوتي منه، دي رقم واحد. لكن رقم اتنين الجزئية اللي أنت بتقول عنها إنك أنت معطي، فبناء على كده أنت بتفكر إنك تشتغل كتير في الشغل بتاعك ومن خلال شغلك تقدم في فكرة أو مفهوم العطاء للآخرين، رائع كلامك رائع، ولكن الكتاب المقدس واضح جداً، هو بيقول لنا آية بتقول إيه؟ افعلوا هذا ولا تتركوا تلك. وينط إن أنا أكون بعمل الاتنين، بشتغل والرب بيقدم لي، وفي نفس شغلي أنا بتكلم الناس عن يسوع والرب يديني كام ساعة تاني أوفر دولة أكون بخدمه بطريقة جديدة ومختلفة، بخدمه بطريقة ترضي قلبه أكتر وأكتر وأكتر. لازم تعرف أخويا إيهاب إن إحنا أيام قليلة اللي عايشينها، وزي ما كنا بنقول من شوية حياتي مش عايشها إلا مرة واحدة بس. بولس بيتكلم عن 25 حاجة من ضمن الحاجات اللي مر فيها، بيتكلم عن أصفار وأصهار وأصوام وجلدات وسجون وانكسرت بالسفينة، إيه كله ده؟ طب لما أحط أنا حياتي جنب حياة بولس الخدمة العظيمة دي، بولس هيطلع قدام كرسي المسيح وسيدي وسيدك هيديله شوية أكليل حلوة، وأنا هقف من غير ولا حاجة، لا يا رب ساعدني، ساعدني النهاردة أن أنا أخدمك صح، شو قلبك أنك تخدمه؟ أقعد قدام الله يا أخويا إيهاب وفي روح الصلاة وبإرشاد من روح الله ومن كلمة الله قوله أنت عايزني أخدم فين؟ أخدم في مجال عملك، وده شيء رائع، وأنت بتكلم الناس عن يسوع رائع، رائع أنك تعمل كده، ومن خلال الفلوس والمرتب اللي ربنا بيبعته لك قدم للآخرين في العطاء، وده رائع ورائع جدا. لكن مع هذا وذاك لابد أن يكون عندك عمل رائع تاني في الخدمة. خلينا نخدم يسوع. أحكي لك حكاية صغيرة في 30 ثانية. كان في واحد خادم كبير مؤمن تقي، تقي جدا جدا جدا. المؤمن التقي دوت سافر السماء. كان عنده ابن خادم. هو كان متقدم في الأيام. كان عنده ابن خادم. ابنه الخادم كان قلبه اتكسر ان ابوه سابه ومشي، فابنه الخادم في اول ليله نام وحلم، فحلم ان ابوه قاعد وحاطط ايده على خده، فبيقول له مالك يا بابا انت زعلان ليه؟ بعد الخدمه الرائعه اللي انت خدمتها الصبح كنت بتقوم وبتخدم وبتروح الكنيسه وبتشتغل وبتزور الناس وبتلف في الكوره كل الكلام ده، كل الكلام الرائع ده، كل الخدمه الرائعه اللي انت عملتها دي، وفي الاخر اشوفك النهارده وانت حاطط ايدك على خدك، في ايه يا بابا؟ رد عليه الاب وقال له يا ابني بعد ما شفت الامجاد اللي هنا حزنت من نفسي ان انا كنت بخدم الرب في النهار فقط، لكن كان نفسي ولو قدرت لي الحياه ان انا اعود مره تاني ان انا اخدمه في النهار وفي الليل. قول له يا رب ساعدني ان مع شغلي ومع عملي اكون بخدمك انت خدمه واقعد قدام الرب، والرب يا اخويا ايهاب هيديلك انت استناره روحيه في نوعيه الخدمه اللي تخدمها بحسب امكانياتك الداخليه اللي الله يشغلك بيها. وهنصلي لك يا غالي،
ربنا أمين معك. أمين يا حضرة القسيس، نستأذنكم نخرج لفاصل أحبائي، بنخرج لفاصل قصير ونرجع مع بعض لاستكمال ما بدأناه والازدواجية في الحياة الروحية. مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740. أحبائي مرة ثانية برحب بحضراتكم معنا لاستكمال ما بدأناه، والازدواجية في الحياة الروحية. تكلمنا عن أنواع الازدواجية، وبنعمة المسيح هنسمع من حضرة الأسيس الآن ماذا عن أسباب الازدواجية. في أسباب كثيرة للازدواجية، لكن سنوجز منها البعض عشان الوقت. نعم. أول حاجة في أسباب الازدواجية الكبرياء، ده موضوع محتاج الله يعالجنا منه، حب الظهور والكبرياء. الكبرياء المصدر الأساسي لإبليس. بداية خالص قال لك أجعل الكرسي بتاع فوق وأطلع وأصير مثل العلي، سقط. في ملك في العهد القديم وملك في العهد الجديد، الاثنين كان عندهم نفس المرض. وقف نبوخذ نصر وقال هذه الكلمات: أليست هذه بابل التي بنيتها بقوة اقتداري وعظمت وجلال مجدي؟ الأربع صفات دول مش بتوعه، قوة والاقتدار والجلال والمجد بتوعت الله. قال له طالما أنت قلت كده بقى تعالى. وإذ بعد الكلمة في فمه طلع واستطال شعره وقعد 7 سنين، وفي الآخر رفع عينيه لفوق وقال: والآن علمت أن العلي متسلط في مملكة الناس، ومن يسلك بالكبرياء فالله قادر أن يذله. الموضوع ده محتاجين نتعالج منه. في ملك في العهد الجديد اسمه هيرودس. هيرودس دوت كان عنده، بدأوا يصرخوا الناس اللي هم من صيدون بيقولوا الكلام دوت: هذا هو صوت إله لا صوت إنسان، فلم يعطي المجد للرب فضربوا الدود وهو حي. فأدي عندنا ملك في العهد القديم وملك في العهد الجديد، وولادهم بقى اللي هو إحنا خدنا المشكلة منهم، الكبرياء وحب الظهور وأنا إيه وإنت إيه والكلام الكبير ده. خلينا نتعلم الدرس من حبيبنا الغالي الذي جاء وقال: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. خلينا نتعلم من درس من تلميذ اسمه يوحنا، قال: لست مستأنا أنحاني وأحل سيور حذائه. طب بالنسبة له هو إيه وإنت إيه يوحنا؟ قال لك: ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. حلوة أنا دي. أنا جميلة. أنا قالها داود في يوم من الأيام: من أنا حتى أوصلتني إلى هذا؟ أنا قالها بولس في يوم من الأيام، قال: أنا ما أنا لكن نعمة الله الساكنة فيا. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يا رب ادينا النهاردة ودوت سبب كبير من أسباب الإزدواجية الروحية، وهو حب الظهور والكبرياء. لكن السبب الثاني هو الخوف في وقوع في الأخطاء. أخطاء زي بطرس. بطرس خاف، وأول ما خاف وقع في الغلط. أول ما وقع في الغلط بطرس: احنا لسه شايفينك، أنت كنت مع هذا النصيري. قال لهم: أنا مش ممكن. كذب قدام جارية وعبد. بطرس: احنا شفناك. بدأ يسب ويلعن. خسارة يا بطرس، خسارة يا بطرس، ان وصلت لمرحلة الازدواجية الروحية في لحظات لانك خفت. سبب من اسباب الازدواجية الروحية هو حب الظهور والكبرياء، لكن السبب التاني هو سبب الخوف. الخوف اخاف فبوجع في موضوع الازدواجية الروحية. النهاردة اقول له: ساعدني يا رب ان دول ما يكونوش جوايا. لكن التصحيح بسرعة وإحنا ماشيين بسرعة، التصحيح في نظرة من القدير أجرت التغيير. خرج وبكى بكاء مرا، بصله سيدي وسيدك. وأمام هذه النظرة الرائعة التي أجرت التغيير في حياة بطرس، بكى البكاء المر، وبعد كده بعديها سيدي وسيدك، غفر له الخطية اللي موجودة. وصل لمرحلة الإزدواجية في لحظات، لكن الرب شفاه منها. بطرس أمام النار بدأ يسب ويلعن أمام جارية وعبده والكلام ده كله، لكن حينما بعد يوم 50 أضرم بقوة النار نيران الروح القدس، وقف وفي عزة واحدة ربنا بعت له 3000 نفس. يا رب حررنا من الإزدواجية. السبب الأولاني حب الظهور والكبرياء، السبب الثاني الخوف اللي بيوجعنا
في الأمور اللي هي بتخلينا نوصل لمرحلة الإزدواج. أمين يا حضرة القسيس. أختي العزيزة نجات، ماذا عن أسباب أخرى للإزدواجية؟ أسباب تانية للإزدواجية اللي بتخليني أكون بعيش حياة الإزدواجية حقد وغيرة. فأنا مثلا لما بشوف حد في الكنيسة بيرنم أو بيعمل حاجات في ظاهرها جميل طبعا وهي بتبقى حاجة حلوة فعلا، أو خدمة الشخص اللي قدامي ده بيخدم ممكن يكون خدمة حقيقية، فأنا مبسوط أو شايف إن هو مثلا بيظهر أو كده، فأنا بغير جوايا، ببقى عايز أعمل زيه. اشمعنى هو؟ اشمعنى هي اللي تظهر؟ اشمعنى هو اللي يظهر؟ فببتدي في غيرة جوايا تشتغل في حياتي جوه، فببتدي أعيش حياة الإزدواجية. ممكن ما أكونش مؤمن أو ممكن أكون مؤمن أهو يا دوبك اسمه مؤمن، فما بهتمش بحياتي وعلاقتي مع ربنا، بس الغيره بتخليني ان انا اكون عاوزه اعمل زيه، عاوزه اعمل زيه بس، عاوزه اظهره بس. فالغيره هنا بتخليني اعيش حياتي الزواجيه. انا سمعت قصه عن القسيس برنابانوس بيقول انه في بدايه خدمته خالص في البدايه كان راح بلد وهو كان في كنيسه ونازل مع واحد خادم تاني، الخادم التاني بيخدم في كنيسه تاني في نفس البلد بس قريبين من بعض الكنيستين، وهما الاثنين نازلين في اوضه واحده في اوتيل واحد. فابتدى كان الرب بيستخدم الخادم التاني والكنيسه بتاعته اتملت بالناس والناس رايحه له والكنيسه اتملت خالص، وبرنابانوس كان يعني يا دوبك ان الكنيسه عدد قليل بيجوا له يحضروا. فابتدت الجسد الغيره تشتغل جواه، فابتدى يحس كده اشمعنى فلان وانا لا، طب يعني فابتدت في غيره جواه. بس لما ابتدى ربنا يكشف له عن الغيره ديت، لان هو كان شخص حي وفعلا نفسه يخدم ربنا، لكن ابليس ابتدى يدخل بنقطه الغيره ديت. فلما ابتدى يقعد قدام الرب ربنا كشف له ان في غيره جواه، راح حب يعترف بيها. وكانت دي حاجه كانت انا لما قريت اسمعت القصه ديت حسيت انا لو ما كانهم جايز صعب اعمل كده. وهما الاثنين في الاوضه واحده وهما الاثنين بيصلوا، راح قال له بصوت عالي وبيسمع الخادم الثاني اللي هو ربنا استخدمه، قال له سامحني يا رب لان غيرت من فلان اللي له الخادم التاني اللي قعد معايا في نفس الاوضه، غيرت من فلان لما لقيتك يا رب استخدمته، لقيت الكنيسه بتاعته اتملت، لقيت الناس بتروح له وانا لا، سامحني عشان انا غيرت منه، بارك اخويا فلان يا رب، باركه استخدمه خليه يكون فعلا نور ليك. وابتدى يصلي من اجله بالبركه. بعد كده بتقول القصة إن ما سمعناش في حياتنا بعد كده عن اسم الشخص الخادم التاني، لكن ابتدى نسمع وكل العالم ابتدى يسمع عن القسيس برنابانوس وعن مدى استخدام الله ليه. إمتى؟ لما طلع الغيرة اللي جواه واعترف بيها قدام الرب. فالغيرة في أوقات كتيرة بتخلينا نعيش حياة الإزدواجية حقد غيظ، إزاي اشمعنى فلان وأنا لأ، اشمعنى ده، فبتبتدي عايش حياة الإزدواجية. دمار يا أختنا جدا. دمار جدا. بتقود يعني بتدمرني لكن كمان بتدمر الشخص الآخر. لأنها تقودني إيه؟ الغيره والحقد يقودني لامور، ما هي خطيه تقود لخطيه. نعم. تقود طبعا. لخطيه. نعم. ومكتوب عن ان الغيره قاسيه كالهوية، المحبه. نعم. قويه كالموت، لكن الغيره قاسيه كالهوية. نعم. لا يبقى لا يضرب. فالغيره صعبه، الغيره مره، ودي من اعمال الجسد، وده برضو زي ما احنا قلنا انه الشخص اللي بيعيش حياه الزواجيه ده الجسد هو اللي بيقوده مش الروح القدس ابدا، فبتبتدي تظهر اعمال الجسد من ضمنها الغيره. عشان عايزه يعني سامحيني بقى استوقفك تاني، عشان كده عايزاكي تقولي كلام محدد جدا لشخصيات بتغير وبتحقد وده بيقودها لتدمير وتشويه سمعه الناس والكلام عليهم. ما ده ناخده بعد كده لسه نتكلم فيه. برافو، ارجوكي ارجوكي. يعني واقع. اتفضلي. هو الغيره يعني زي ما احنا اتكلمنا ان هي بتخلينا اعيش حياتي الزواجيه، احنا محتاجين ان ده اللي هنتكلم فيه في العلاج، ان احنا نتوب عنها اولا وبعد كده نرجع للرب ونخلي الروح القدس هو اللي بيقودنا، هو اللي بيمسك الدفع. لو الروح القدس اللي ماسك الدفع اعمال الجسد هتبتدي تموت. لكن للاسف الازدواجيه الروحيه دي معناها على طول الشخص اللي بيعيش حياه الازدواجيه ده معناه على طول ان الجسد هو المسيطر، هو اللي بيقوده، هو اللي بيحركه. فاحنا محتاجين ان الروح القدس نرجع ونتوب ونخلي الروح القدس هو اللي يكون بيقود دفة حياتنا. أمين. لان مكتوب في رسالة غلاطية ان الجسد بيشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون. واعمال الجسد وابتدى يسمي اعمال من ضمن اعمال الجسد الغيرة. فمن ضمن اعمال الجسد والغيرة والحقد ده عكس المحبة، ولان الله محبة فده عكس الله، فعكس محبة الله. فلما قلبي مليان بالغيره ده معناه ان ما فيش محبه جوايا كامله. فانا محتاج ارجع تاني ان انا اتملي بالروح القدس وبثمر الروح
اللي هي اولها محبه. فده العلاج ده احنا نتكلم فيه بالتفصيل، لكن انا محتاج فعلا ان اتوب عن الغيره ديت اللي هي مخليني او وادي المجال وافسح المجال للروح القدس اللي هو الكود حياتي، وهو اللي يكون مالك على حياتي وهو المسيطر على حياتي، وان انا اسيب القياده للروح القدس مش لجسدي. اميت اعمال الجسد بالروح تميتون اعمال الجسد. امين. حاجه كمان هناك انا لسه عايز اسال حاجه كمان من ضمن الاسباب الفراغ. فلما بيكون حياتي فارغه وفاضيه سهل جدا ان انا عماله ادور على اي حاجه من بيها حياتي، فسهل جدا ان انا اعمل اي حاجه في اي حاجه، وان انا اقلد غيري، وان انا اعمل اي حاجه في اي يعني اعيش حياته بس اسمه هو بعمل حاجه زي فلان وزي فلان وزي فلان، وعشان يقولوا فلان بيعمل وفلان خدم وفلان عمل وفلان وفلان وفلان. فبالتالي الفراغ ده بيؤدي بيا ان انا ممكن اعيش حياه الزوجه. واحد فاضي ما روش غير عمال يتكلم عن الناس، عمال يقول كذا ويقول كذا وخلاص على كده بيعيش حياه الزوجيه. فالفراغ برضو بيؤدي والبعد عن الروح عن الكتاب طبعا والقعده مع الرب بيؤدي بيا للزواجيه الروحيه. اشكرك اخت نجات. نرجع تاني لحضره القسيس. ايضا للازدواجيه اعراض، يا ترى ما هي اعراض الازدواجيه؟ اول حاجه في اعراض الازدواجيه ان الشخص اللي عنده ازدواجيه شخص ينقض الاخرين. ده واحد من الاعراض الكبيره اللي موجوده، ان الشخص اللي عنده ازدواجيه بينتقد الاخرين. فلان عمل، فلان قال، الجسيس دوت طول في الوعظه، الجسيس دوت قصر في الوعظه، الاخ اللي بيرنم ما ظبطش التون، كانت في حته نشاز، النوته دي ما كانتش مظبوطه، العزف ده ما كانش حلو، كان المفروض يدخل العود هنا، الكمانجه هنا، الجيتار هنا، البيانو هنا، الدرامز هنا، ويبدا يدخل في نقد غير عادي، كم من النقد بيحطه بحيث ان هو كتركيبه شخصيه منتقد الاخرين، ما عندوش حاجه غير ان هو ينتقدهم، نقد للنقد، اعتراض لاجل الاعتراض. مرة حضرت مؤتمر زمان وأنا صغير، وبعدين كانت في واحدة موجودة فيه من بلد مش مصرية، وكل شوية كنا بنفتح مناقشات كتير فيه، كل شوية توقف تعترض. بعد كده أنا أبص ألاقي حتى الاعتراض يعني مش لحاجة بناءة، خلاص احتمال يعني كده، بدينا نكمل المناقشة، اعترض التاني مش لحاجة بناءة، بدينا نكلم المناقشة اعترض التاني، مجموعة جثث موجودين ولا اعتراض قدمته في شيء بناء، لكن اعتراض لاجل الاعتراض. يعني عايز توقف انا هنا، خلي بالكم انا بعترض في امور، فلان دوت لما عمل كذا في المؤتمر كان وهكذا، الاكل في المؤتمر ما كانش ايه، الشرب ما كانش ايه، الفسح ما كانتش ايه، السمر ما كانش ايه، اعتراض نقد اخرين بالطريقه المستمره، ودي نقطه صعبه جدا. لكن الحته الثانيه في قبل ما ننقل للحته الثانيه حضره القسيس، استاذن حضرتك ناخد اتصال. اختي بنت الرب من كاليفورنيا، اهلا بيكي حبيبتي. الو، اهلا بيكي. ايوه كنت عايزه اسال القسيس بس على سؤال كده. اتفضلي يا حبيبتي. موري. في اشخاص اللي هم حياه الازدواجيه بيروحوا الكنيسه وبيصلوا بيتناولوا وكل الاجتماعات بيحضروها وكل المؤتمرات بيحضروها، بس حزني الاسبوع اللي عدى لما كان ابونا مكاري بيتكلم على الهواء وكان عامل لقاء معاهم، فواحد بيرد بيتصل بابونا بيقول له انت كل خدماتك كويسه وحلوه واحنا بنحبك، بس مش عايزين نسمع عن حته المسيح جاي لان ديت بتنرفزنا وبتخلينا نتعصب، واحنا بنخاف بصراحه من حته انك تقول المسيح جاي. ايه يعني المسيح جاي؟ طب ازاي عايشين حياه المسيحيه والتناول والاعترافات وبنخاف من ابونا؟ ازاي المسيح نفسه لو انا بنته ولا ابنه اخاف ازاي من ابويا؟ اخاف ليه من مجيئه؟ وبعدين كنت عايزة ادخل اقول له هو لابونا، بس قالوا لي ده ما بيسمعش الرؤى. رؤية يا حضرة القسيس انا شفتها ان انا كنت عاملة اجتماع صلاة في البيت وشفت رؤية ان احنا بتوع اجتماع الصلاة بنصلي وبنسبح وفيه منظر فجأة حصل هوا وزعابير وشجر بيتكسر وناس بتصرخ جنب مننا، احنا بنسبح وفي آية قدامنا بنبص عليها وناس تاني بتصرخ
وعايزه تتضرب الحيطان من اللي بيحصل دوت، ومش الحيطان مش مدرياها. فبعديها مفيش بشهر وشفت رؤية ان واحد شخص واقف في نفس الشارع اللي احنا فيه وبيصرخ باعلى صوته ويقول المسيح جاي. المسيح جاي، صدقوني هو اللي بعتني وقال لي روح وصرخ في شوارع البلد دي وقول لهم ان انا جاي. فأنا في واحدة قاعدة معايا كده في البيت، فبقول لها انت سامعة اللي بيحصل؟ قالت لي اه سامعة. فانا عايزه اخد راي القسيس، حضره القسيس في الحته دي. قلت لها طب انت سامعه؟ قالت لي اه سامعه. طب ونعمل، انا بقى بسالها طب نعمل ايه؟ قالت لي تعالي خليكوا قصاد مني ننقي القمح من التبن. نعزل التبن من القمح. قلت لها طب واحنا هنلحق نعمل كده؟ قالت لي ما بسرعه هنلحق. فعايزه من خلال قناه الكارما، كل شخص كان معترض على ان المسيح مجيء المسيح ولا خايف ولا مرعوب، بقول له انت فين من حياتي الازدواجيه؟ انت فين؟ انت مسيحي حقيقي ولا راجع نفسك؟ انت فين من الـ من الـ من الحياه دي علشان خايف من مجيء المسيح؟ وشكرا لكم لقناه الكارما والبرنامج الجميل ده. ربنا يباركك. شكرا ليك يا اختي، وشكرا لاتصالك، لكن كمان شكرا لرغبتك الحقيقيه في اني توصلي أمر هو حقيقة لا هروب منه. اللي يخاف ده لازم يراجع نفسه، واللي يرفض مجيء الرب يسوع أو يتخوف منه لازم يراجع نفسه. إيه رأيك حضرة القسيس؟ أنا بشكرها جدا لأنها كانت واضحة جدا وقالت أن دي مرحلة من مراحل الازدواجية الروحية. أشكرك مرة تاني لأن الكلام كان واضح جدا. ما ينفعش أكون أنا عايش في العالم ده وأكون خايف من مجيء الله. مجيء المسيح الذي صار قريبا على الأبواب هانت جدا، وأنا بشجعي لأنه هانت جدا. ولما تسمع الكنيسة الحقيقية والمؤمنين الحقيقيين شعارهم كلمة واحدة، أمين تعالى أيها الرب يسوع. عارفة يا أخت بنت الرب، في العهد القديم كانت التحية المسيحية والسلام بتاعتهم بيقولوا إيه؟ مران آثا، مران آثا، يعني الرب قريب، الرب جاي. نعم. أنا علشان خاطر أكون بقول بحسب التليفون اللي جي لأبونا مكاري يونان إن أنا مش عايز أسمع إن الرب جاي، معنى كده إن في علامة استفهام كتيرة في الشخص اللي بيتكلم. ده محتاج يرجع للكتاب والمكتوب علشان يتوب من جديد، ولما يتوب ويسلم حياته للمسيح هيبقى شوق قلبه حاجة واحدة بس، إن المسيح يجي ويجي بسرعة علشان يخلعنا من جسد هذا العالم بتعبه بمرضه بمشاكله بظروفه الصعبة، ويختطفنا معاه إلى سحاب المجد، ونكون حيث ما يكون هو نكون نحن أيضا. أنا بشكرك جدا لأن السؤال ده وجيه ينم عن في ازدواجية في حياة هذا الشخص، وكويس إن احنا بنوضح قدام كل المشاهدين النهاردة أن الشخصية الحقيقية هي اللي بتتمنى مجيء المسيح، والحقيقة بتقول أنه قد صار قريبا وقريبا على الأبواب. نعم. أنت تكلمت في رؤيتين، لكن خليني أقول لك في أحدهم، مش أنا، أحدهم رأى رؤية وقال الآتي، قال لك إن أنا شفت قصر كبير وترجة كبيرة جدا، ورب يسوع جام من على كرسي العرش بتاعه وفضل ماشي 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 في الترجة الطويلة خالص، وجي عند الباب بتاع القصر وراح حط إيديه على الأكرة، وراح جاله الصوت بعد ما صحي تاني يوم وهو بيتأمل في كلمات الرؤية، خلاص يا ابني أنا بجالي التكة دي هفتح وهنزل، وخلاص صدقيني أنا عايز أطمنك أبويا وأبوكي السماوي بجيله التكة دي. أمين. وخلاص وهانت باسم يسوع. أمين حضرة القسيس. ونرجع مرة تاني وأعراض الإزدواجية. ينتقد الآخرين دي حاجة، لكن الحاجة التانية عدم الواقعية أمام الآخرين. مش بيعيش نفسه، مش عايش حياته. أعرف واحد عندنا في المنيا بنته كانت هتتجوز، فبيقول لي احنا داعيينك، فقلت له فين؟ أجيلك على العنوان ده؟ قال لي لا، ما العنوان ده احنا غيرناه. قلت له غيرته ليه؟ قال لي احنا أخدت في بيت كبير في حتة اسمها المنيا الجديدة زي فيلا، أنا أخدته من واحد صديقي علشان لما أهل العريس اللي جايين يتجوزوا بنتي يشوفوني في مكان يليق بالبرستيج بتاعي.
له طب وبعدين بعد ما أهل العريس هيمشوا والدنيا هتفض؟ حبيبي ما ينفعش تعيش إلا نفسك، بلاش عدم الواقعية دي، خليك نفسك، كن أنت نفسك هترتاح. رقم واحد، واسيب البجيل لأخت نجات، رقم واحد إن بينتقد الآخرين، رقم اتنين مش عايش حياة الواقعية أمام الآخرين، عايز يكون شخصية مختلفة، حب ظهور بفكر جديد بشخصية جديدة، ودي ازدواجية، أعراض حياة الازدواجية الروحية. أستاذينكم ناخد اتصال. أخت هايدي كاليفورنيا، أهلا وسهلا بك حبيبتي. مساء الخير. مساء النور هايدي. أستأذنك حبيبتي، أنا جيت معانا في كارما. أستأذنك بس توطي صوت التلفزيون هايدي، تسمعينا بس من التليفون. طب يا حبيبي أهلا بيكي. أهلا بيكي. أنا برحب بأخت نجات والأسيس صفا كتير، وهم عزيز خالص على قلبي، وأسيس صفا والأخت نجات من الناس اللي تعلمنا فيهم فعلا إن هم ما عندهمش حياة الازدواجية في الخدمة بتاعتهم، يعني اللي بيقولوه هو اللي بيعلموه. نعم. فاحنا تعلمنا منهم كتير، لان يعني كانوا بيعلموا كتير وبيصلوا كتير، واللي كانوا بيعملوه في البيت هم اللي كانوا بيخدموا بيه، فاحنا بنشكرهم جدا على كل اللي علموه لنا، ونتمنى ان احنا نشوفهم تاني، واحنا زعلانين خالص ان هم ماشيين وسايبيننا، بس احنا بنصلي لهم وربنا يباركهم، وبنقول لهم صلوا لنا علشان هنا الحياة في أمريكا فيها زوية كتير خالص خالص خالص. نعم. فبنصلي إن ما تكون أحسن من كده. أمين. 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 أمين يا هايدي. شكرا لاتصالك، ويعني اقول ايه، مداخلتك الجميله المشجعه، وانا بتفق معاكي في كل اللي بتقوليه، الناس دول فعلا يعوا ما يقولون وبيعيشوا ما يقولون ايضا. ميرسي خالص. اصل هم اولادنا من نفس الكنيسه بتاعتنا، فعاشوا حياتنا قبل ما يجوا امريكا. نعم. ربنا يباركهم هم الاثنين. امين امين. اختي نجات، ماذا عن اعراض اخرى؟ تفضلي. النميمه. النميمة دي بقى يعني دي منتشرة بشكل رهيب رهيب رهيب، حتى يعني بين المؤمنين بطريقة غير عادية. ده ايه ده بيتكلم على ده، وده بيتكلم على ده، وده بيقول ده، وده بيتكلم على ده، لغاية ما احيانا بنشع مذمة بين بعض، ونلاقي يعني اعرف مثلا لو انا لو حد متضايق من حد، والتاني مثلا انا يعني انا مثلا انت متضايقة مني، تروحي تقولي للأسيس صفا، والأسيس صفا مفيش حاجه بينه وبينه، مثلا تروحي للأسيس صفا دي اختنا جد بتعمل وبتعمل، تلاقي في حاجه اتحطت بينه وبين الأسيس صفا، وهكذا بالزبط. ده يقول على ده، وده يتكلم على ده، وتلاقي كله بينهش في بعض. يعني قال لهم لماذا تنهشون بعضكم بعضا، فكله بينهش في بعضه بسبب النميمه. ربنا يرحمنا فعلا، ان ده يعني من ضمن الاعراض اللي واضحه جدا للازدواجيه الروحيه. يعني اي حد عنده نميمه وبيتكلم بنميمه على الاخرين، او مجموعه بيتكلموا على بعض، ده عندهم معروفه كده، ده عندهم ازدواجيه روحيه. لان من المفروض الازدواجيه الروحيه، يعني المفروض لو انا بعيش حياه الاستقامه قدام الله، ما عادش اتكلم على حد وقعد انهش في الاخرين قدام الاخرين، ونعمل نزاع مشامه بين الاخوه وبعض، او بين الكنيسه وبعض، ونلاقي كله زعل من بعض وكله زعلان من كله، بيبقى وضع صعب قوي. شيء طبيعي بالطريقه دي الجماعه مش هتتوحد، لكن الجماعه هتتفكك، وبالتالي معرفش ما ينفعش الرب يجي يتمجد او يحضر في جماعه في وسط جماعه زي كده. نعم. ومن ضمن كمان الاعراض الثانيه اللي انا بقلد الاخرين، عاوز اقلد الناس الثانيه وبس، عاوز اقلدهم باي شكل باي حاجه، حتى يعني ممكن ما يكونش انا عندي موهبه معينه، لكن انا عاوز اعملها وخلاص، عشان زي فلان زي فلان فلان مثلا بيعزف والناس بتشكر فيه والناس بتمدح فيه، فانا عاوز اهو اعزفه بس. طب انا ماليش في العزف، ممكن اكون ليا في حاجه تاني، لا بس انا عاوز اكون زي فلان، اشمعنى فلان اللي يظهر وانا لا. فالتقليد الاعمى للاخرين ده من ضمن الازدواجيه الروحيه، من ضمن الاعراض بتاعه الازدواجيه الروحيه. نعم يا اختي نجات، اشكرك، نبرت على كم نقطه. اتمنى انه عزيزي أمين. المشاهد وعزيزتي أمين. المشاهده تسمعي الحلقة دي تاني، وتطلبي كوبي منها، وتسمعيها مرة ومرة، وتحاولي تقفي على الحقيقة. لو أنا كده، لو أنا فيا من صفة من الصفات دي، أنا بكتشف نفسي، وما أظنش أنه أبداً لما أعرف أن أنا مريض هقول لأ مفيش داعي أتعالج، لكن يمكن أول مراحل الشفاء أني أعترف أن أنا مريض. حضرة الأسيس، ولكن اتكلمنا عن الأسباب، اتكلمنا عن الأعراض، اتعرفنا على الإزدواجية. يبقى أمر مهم جدا، للإزدواجية أضرار، يا ترى ما هي الأضرار؟ أول ضرر من أضرار الإزدواجية هو تصديق الكذبة اللي أنا بكذبها.
مثلا في طالب في الثانوية عامة يكون جايب 88%، الناس يسألوه هو دربها في دماغه 88 من 90، بس 90 شكلها أظرف، فأنا هقول للناس 90، يفضل يقول للناس 90 90 90 لغاية لما يصدق الكذبة، لكن هي في الواقع في الحقيقة إيه؟ 88. في السجلات مزبوطة كم؟ 88. طالب تاني أو طالبة في الكلية هي جايبة مقبول مثلا، طب أنت جبت إيه؟ ده أنا جايبة جيد مرتفع، جيد جدا، وتفضل تقول للبنات زمايلها لغاية لما تصدق الكذبة. من ضمن الأضرار رقم واحد تصديق الكذبة اللي أنا بعملها، كذبة أنا قلتها وبصدقها، لكن الحاجة التانية رفض الواقعية، أنا رافضها، رافض الواقعية. وفي حاجة اسمها بلغة علم النفس الإسقاط، الحاجة اللي عندي وحشة أروح رميها، أنا آسف اللفظ عليكي، نعم، نظرية الإسقاط، هذه نظرية سمات الإسقاط. نظرية الإسقاط تمام، نعم. أنا في عيب أروح رميها عليكي، أقول يا سلام الأخت ميرفت دي بصراحة يعني بركة ما أقدرش أقول غير بركة إنك أنت فعلا بركة أشكرك. فلان ده مش سليم، فلان ده بقى عنده ازدواجية روحية، فلان ده أصله يعني صوري في اللفظ، يعني تلاقي وشك ووش كده والأمور بقت صعبة، فلانة ديت يا سلام في الكنيسة، فلانة ديت بتتكلم على الناس، فلانة دي عندها نميمة، فلان، وأبدأ أسقط ما بداخلي على الآخرين. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، تصديق الكذبة، والحاجة التانية رفض الواقعية، وأحول الزيف لحقيقة، وهم في حياتي أروح محوله على طول لحقيقة، وأصدق اللي أنا عملته مرة تاني. ازدواجية في حياتي، يا رب النهاردة بالروح القدس تعالى غير في حياتنا، غير في نفوسنا، غير في قلوبنا، تعالى اغسل النهاردة يا رب أفكارنا، عينينا، إيدينا، وداننا، تعالى اغسلنا من كل أمور بهذا المرض، مرض الازدواجية، علشان نعيش ليك أنت وحدك بس. أمين. محتاجين نعيش لك يا رب. أمين. محتاجين نعيش لك أنت، ونصدق أنك أنت جاي النهاردة علشان تشفينا من مرض الازدواجية الروحية. أشكرك حضرة القسيس. الأخت نجيت، هل هناك أضرار أخرى؟ طبعا في أضرار كتيرة، بس إحنا طبعا هنوجزهم. من ضمن الأضرار عدم المصداقية. يعني إيه؟ يعني أنا لما أقول زي ما بقول الكذبة وأصدقها، الناس بعد كده مش هتصدقني. الناس انا فقدت مصداقيتي لدى الناس، فقدت المصداقيه قدام الناس. كان في قصه كنت بندرسها زمان، قصه بيحكوا قصه انجليزي، بيقول ان واحد كان بيطلع، كان في ديب بيجي عليه وعلى الزرعه بتاعته وكده، فمره قعد يصرخ الديب جاي الديب جاي، كل البلد جرت عليه، قعد يضحك يقول لهم ده انا بهزر. مره تاني عمل نفس الحكايه، قالك الديب جاي الديب جاي، كله طلع عشان ينقذه، برضه قالوا له ده انا بهزر. جه تالت مره فعلا الديب كان جاي عليه، قعد يقول الديب، قال لهم ده بيهزر سيبوه، وفعلا الديب ضره واذاه. فالشخص اللي بيعيش حياه الازدواجيه طبعا لها ضرر، من ضمنها ان الناس مش بتصدقه بعد كده، ان بيعيش كانه بوشين او بحاجه او بلسانين او حاجه وحاجه، فالناس مش بتصدقه. من ضمن الاضرار كمان ان هو ما بيقبلش النصيحه. يعني اللي بيعيش حياه الازدواجيه ده بيبقى رافض اي حد يقول له نصيحه، اي حد يقول له نقد معين، حتى لو نقد بناء، ما بيقبلش انه حد يقول له مثلا يوجهه اي توجيه، مش قابل، فبالتالي مش بيتغير، رافض، هو فاكر نفسه هو كويس وخلاص، هو عاجبه حالته كده. فالشخص اللي هو بيعيش حياه الازدواجيه من ضمن الاضرار لما بيستمر فيها ومش بيتوب عنها، من ضمن الاضرار اللي بيعيش حياه ان هو مش قادر يقبل اي نصيحه، فبالتالي ما بيتغيرش. اشكرك اختي نجيت. ونصل الى العلاج. ماذا عن العلاج الإلهي حضرة القسيس اللي كلنا دلوقتي فعلا منتظرينه. نعم. اتفضل. أول حاجة في العلاج وأهم حاجة إن أنا أعترف إن أنا عندي ازدواجية. وزي ما قلنا أول سلمة في مرحلة الشفاء أن أعترف أنني مريض أحتاج لعلاج. نعم. اتفضل. ما ينفعش أروح للدكتور وأقول له أنا تعبان اكشف عليا، هيقول لي يا ابني أنت عارف أنت جاي ليه؟ انت جاي اصلك انت حاسس التعب في عينيك ولا في ايديك ولا في رجليك ولا في القلب ولا في الكلى، وانا بناء عليه بقى تخصص واروح للدكتور. لكن انا مش ينفع اروح لواحد اقوله تعال اكشف عليا. النهارده احدد المرض اللي عندي اللي اسمه الازدواجيه، احدده عشان خاطر حبيبك يسوع. النهارده من الاول احنا قلنا نتكلم كلام بسيط ويطلع من القلب، في ازدواجيه في حياتي الروحيه،
الازدواجية اللي في حياته الروحية النهاردة. قوله ساعدني يا رب ان رقم واحد ان انا اعترف بيه. ما تتكسفش ما تتكسفش وانت قدام الشاشة دلوقتي تقول له يا رب تعالى حررنا من الازدواجية. ما تتكسفش. امين. عارف ليه؟ لان الكتاب واضح جدا هو بيقول ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل. كلمة عادل يعني لابد ان ياخذ حقه. نعم. وكلمة امين ما ياخدش حقه مرتين. فهو ده يسوع. هياخد حقه ومش هياخده منك مرتين. وهو هياخد حقه لانه هو خد الحق الاساس الله من المسيح على الصليب. فالنهارده العمليه ببساطه. انا عارفك مؤمن وعارفك رائع وعارفك بتخدم وعارفك بترنم وعارفك بتسبحي وفريق التسبيح وبتعزفي وكل الامور والصفات الرائعه، يا رب زيدها ألف مره تاني فيك. امين. لكن شيل الحتايه دي، شيل الحتايه دي النهارده. روح الله بيتكلم لقلبك. روح الله بيتكلم. الجزئيه اللي كنا بنتكلم عنها في البدايه بتاعت الاخت ناديات لما ذكرتها كده، بيتكلم المسيح في متى: ويل لكم ايها المراؤون لانكم تنقون خارج الكاس. طب وفي الداخل مشاكل بلاوي. يا رب تعالى نضف حياتنا من الرياء. يا رب. الرياء اللي ملانا، الرياء اللي غطى وجوهنا، الماسك اللي اترسم على وشي ومش قادر اخلع منه، القناع اللي ثبته في حياتي ومش قادر اسيبه. حاجه حلوه جدا انا شكل فيها، لكن من جوه في عظام نتنة، من جوه في احدهم قال هذه العباره: ان شجره كبيره لا تستطيع الرياح العاتيه انها تكسرها، ولكن حشره واحده تقدر تنخر فيها وتنخر وتاكل، حاجه اسمها النمل الابيض. نعم. لغايه لما يوجعها. اخويا الغالي واختي الغاليه، اخاف لحسن تكون الحشره الثعالب الصغار المفسده للقرون. نعم. لكن النهارده الباب مفتوح. امين. الباب مفتوح. البدايه في الاعتراف بس من قلبك. بيذكر الكتاب في سفر ارميا هذه الكلمات الرائعه: ان رجعت الي ارجعك، وإن أخرجت الثمين من المرزول فمثل فم تكون. هم يحاربوك فلم يقدروا عليك. ليه كل دوت؟ لأن أنا اللي معك، يقول الرب. نعم. تعال النهاردة طلع الحتاية دي، حتة الإزدواجية. قولوا ساعدني أن أنا أعيش لك أنت يا رب. مش الاعتراف بس، لكن مع الاعتراف أفحص حياتي الداخلية، أشيل الشوائب اللي جوايا، أنظف حياتي بالكلية. في مشاكل، في حتت، في بقع سودة مش عايزه تنضف في حياتي، في مشاعري، في افكاري، في كلماتي، في نظراتي، في ابتسامات. نظرات انا ببص لكن عينيا بتنوم بحاجه تانية. في ابتسامه صفراء وابتسامه حمراء وابتسامه بيضاء ومش عارف كم نوع من الابتسامات، لكن النهارده اقول له هي هتبقى واحده بس. لا. انا مش عايز يبقى في رياء على وشي. تعال نضف التركيبه اللي موجوده هنا، تعال نضف الحياه. انا مش عايز اكون قدام الناس بحاجه ومن ورا الناس بحاجة، لكن بكرة وبعده هكون قدامك أنت وهتكشف عن كل أمر في حياتي. ساعدني يا رب أن حياتي تكون نظيفة ليك بالكامل. أول حاجة اعتراف، تاني حاجة فحص النفس، لكن تالت حاجة أقمع جسدي. إيه يعني؟ العملية مش صعب. أنا عارف جواز دواجية، أنا هقمع جسدي وهروح للي غلطت فيهم وأقول لهم أنا آسف وبعتذر. صعب الكلام، يمكن يكون صعب الكلام، لكن سيد وسيدك النهارده يديك الجوة على طرح كل ازدواجيه روحيه. اللي مالت كنايسنا واللي مالت بيوتنا واللي مالت عائلاتنا واللي مالت افرادنا واللي مالت اولادنا واللي مالت بناتنا واللي مالت ازواجنا واللي مالت زوجاتنا، يا رب اكسر كل قناع في ازدواجيه في حياتنا الروحيه في اسم يسوع. لكن رقم اربعه قبل ما اسيب الجزئيه الاخيره للاخت نجات في السبعه دول في العلاج: الخضوع لتشكيل روح الله كما تخضع الطين في يد الفخاري. تشكيل. قول له النهارده يا رب انا اناء، حطني على دولاب الفخاري يا رب. وانت حاططني على دولاب الفخاري والفخاري بيشكل فيا، وانت بتلف بيدك ايه هتلاقي فيه حته حصوايه، انا بتكلم بالبلد وبالبساطه، طالعه اسمها ازدواجيه روحيه، شيلها وارميها. وانت بتلف فيا مره تاني كده هتلاقي فيه في التراب والطين اللي بيتجاب مع الفخاري ممكن يكون فيه قطعة صغيرة من الزجاج، وانت بتعمل كده وانت بتلف فيها هتلاقيها عورت ايدك. الدم اللي في ايدك هيختلط بالطين بتاع جبلتي، هسبب لك ألم، وانا حاسس ان الايام اللي فاتت سببت لك ألم كتير.
لكن النهاردة أنا بتضع قدامك بقول لك شكلني كما تريد سيدي، ماذا تريد؟ اهدني حيث تريد، إنني لست أريد غير فعل ما تريد. قوله النهاردة أنا بخضع لتشكيل الفخار. فأرمية 18 بيتكلم عن ثلاثة فيه، ففسد الوعاء فعاد وعمله وعاء آخر فصار، فسد فعاد فصار. النهاردة حقيقة الساقطة في الوعاء الفاسد إن أنا مليان ازدواجية روحية، فعاد قدام الله النهاردة بتشكيل جديد، فصار الكلمة الثالثة إن الله سيطلقك فيما بعد لخدمة رائعة روحية ما فيهاش أي ازدواجية، بل حياتك هتكون نفسك. اقبل نفسك زي ما أنت وكمل مع يسوع زي ما أنت. أربع طرق من العلاج ونجاة تكمل معانا. أمين. أختي نجاة، ماذا عن طرق أخرى لعلاج هذا الفيروس أو الجرثومة المتوحشة اللي شبه يعني اجتاحت عدد كبير وإبليس استخدمها فحط إيده على مناطق كتير في حياتنا؟ وأنا عايزة قبل ما أكمل العلاج أكمل بس حتة في بتاعة التشكيل ديت. تفضل. لأنه في سؤال جانا على فكرة. نعم. أنه هل الإيمان بيغير الطبع؟ هل الطباع الشخصية للإنسان قد تجعله يسير بازدواجية حتى بعد الإيمان؟ والشخص المتصل يعني لحق سؤالي بسؤال آخر. طيب، وهل الإيمان يغير الطباع الشخصية الموروثة فينا؟ وهنا التحدي. تفضلي أختي نجاة. عايزة أقول أنه طبعا الطباع او الشخصيه في يعني الناس شخصيات، انواع من الشخصيات. طبعا الطباع او الشخصيه بتختلف من واحد لواحد. ممكن يساعد على الازدواجيه واحد اكتر من واحد في الشخصيه، لكن لما انا باجي ده قبل الايمان، لكن لما انا باجي للرب، الرب بيغير حياتي. لما بسلم حياتي المسيح وبدي قلبي للرب، الرب بيغيرني. بعد ما الرب بيغيرني بقى بصبح ابني ليه، زي ما كان بيتكلم القسيس، بيبتدي معايا مرحلة تشكيل. التشكيل دوت بقى مش ان هو بيغير قلبي وبيستلم قلبي من جديد كل شوية، لا، التشكيل هنا بيغير الطباع بقى، بيغير الشخصية، بيبتدي الرب يشتغل على شخصيتي. ففي شخصية صلبة عنيدة، في شخصية يعني سايبة قوي، في شخصية يعني نص نص مش مرنة قوي. فالله عارف معدن كل واحد، عارف شخصية كل واحد، وعارف كل شخصية كل واحد. مثلا يعني احنا لو احنا مسكنا معادن، كل معدن علشان اشكله محتاج درجة حرارة معينة من النار. فالرب عارف كل واحد فينا شخصيته محتاجة درجة حرارة قد إيه علشان يشكل فيا ويغير فيا. أنا عليا بس إن أنا أكون طيع تحت إيدين ربنا ومرن تحت إيدين ربنا. فلما باجي للرب بعد الإيمان، الرب بيبتدي يشتغل على شخصيتي، على طباعي. يعني أنا أول ما باجي أسلم حياتي للمسيح، ممكن لو شخص مثلا بيتنرفز بسرعة، مش مرة واحدة هيكون ان هو ما بيتنرفزش مرة واحدة، هو حياته بتتغير، بيتولد الولادة التانية، بيقبل المسيح، بيختلف، بيتغير. لكن مع مرور الحياة اللي بقى اسمها النمو والتغيير اليومي، ان انا محتاج زي ما الطفل بيتولد صغير، طفل هو محتاج ينمو ويكبر. فانا حياتي مع المسيح نفس الحكايه، انا اتولدت الولاده الثانيه محتاج انمو، وانا بنمو وانا في علاقتي مع الله بقى وبدي المجال لروح الله انه يشكل فيا ويغير فيا بايدين الفخار العظيم. هو عارف انا طنتي شكلها ايه، عارف معدني شكله ايه، فيبتدي يشتغل على حياتي، على شخصيتي، فيبتدي يغير فيا ويشكل فيا ويشيل ويحط ويظبط لغايه ما يطلعني الصوره عشان نكون مشابهين صوره ابنه. فبعد الايمان الطباع بتتغير، بس ده محتاجه ان انا اكون مرن تحت ايدين ربنا. فاذا كان الشخصيه بسببها ازدواجيه، او انا اذا كان طباعي مخليني اعيش في حياه ازدواجيه، فانا محتاج ان انا اقعد تحت ايدين ربنا واقول يا رب شكل فيا، غير فيا، اعمل فيا، اعمل فيا اللي انت عاوزه. انا مرن تحت ايديك، انا طيع تحت ايديك، ولازم اكون مرن. فالرب هو بيشكل فيا. الترنيمه بتقول ان اتوجع، مش لن اتوجع، لان هتوجع، لان هتوجع، لن اتوجع، انا هدفي ان انا اتغير، فلن اتراجع. حتى لو انا اتألمت، حتى لو انا اتوجعت تحت ايدين ربنا، لكن انا يا رب عارف انك انت حنين قوي، وانك انت مش هتخليني تديني حراره او تحرقني، لا مش ممكن هتحرق، لكن انت عارف انا شخصيتي نوعها ان شكلها ايه، طباعي شكله ايه، انا محتاج ايه، اتغير ازاي، درجه الحراره اللي انا اتغير فيها قد ايه،
هو عارف لأنه هو اللي صنعني، هو اللي خلقني، بس أنا أكون مرن تحت إيديه، فيبتدي الرب يغير فيا. إذا كان الزواجية نتيجة طباع، فالرب يعرف يغير حتى الطباع، بس أن أنا أكون مرن تحت إيديه. القعدة قدام الرب من ضمن الحاجات أو من ضمن العلاج اللي أنا أقعد مستمر باستمرارية قدام الرب، زي وأقول مع داود: اختبرني يا الله وأعرف قلبي، وامتحني وأعرف أفكاري، وانظر إن كان فيا طريقا باطنا. هيلاقي طرق كتيرة باطلة، بس هنا بيقول: وإن كان انظر إن كان فيا طريقا باطلا واهدني طريقا أبدا. يعني من قبل الطريق ده، من قبل ما أمشي فيه، يا رب غيرني، ما خلينيش أمشي فيه، غيرني. انظر إن كان فيا طريقا باطلا اهدني طريقا أبديا. هلاقي ربنا بمراية الروح القدس وكلمته اللي هي المرآة، بيتكلم عن الكلمة هي مرآة، إن أنا أبص فيها تكشف لي عن حقيقتي اللي جوايا بالروح القدس، يكشف لي عن حقيقتي لو أنا فعلا صادق، وأنا نفسي أتغير فعلا، ونفسي أعيش حياة التقوى وحياة القداسة قدام ربنا، وأعيش حياة مرضية فعلا بترضي الرب، والرب يعرف يستخدمني ويعرف يعمل بيا ويصنعني إناء فعلا حسب فكره وحسب إرادته، ويفرح بيا ويشبع بيا. لازم أكون أنا طيعة تحت إيديه وأقول: يا رب شكلني وغيرني، وشوف إيه الحاجات اللي فيا أنا مش عاجباك ومش راضياك، طلعها أنت، نقيني، نظفني. مكتوب: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. النقي القلب مش اللي ما بيعملش خطية، لأن ما فيش إنسان ما بيعملش خطية. النقي القلب اللي هو ما بيحتفظش بالخطية، اللي بيعترف بيها مستمرة، اللي بيتطهر دايما، اللي ما بتلزقش في حياته خطية ومستمر فيها. لكن اللي بيعيش حياة الازدواجية ده حياته، دي طبيعته، دي سمته. لكن النقي القلب اللي هو ما بيحتفظش بالخطية. احنا محتاجين فعلا نرجع ونقول للرب: يا رب اكشف عن داخلي وطهرني وغيرني واغسلني بدمك، وتعالى بروحك القدوس نقيني. وقبل ما اعمل اي حاجة: يا رب الحاجة دي فعلا هترضيك ولا لا؟ الحاجة دي هتمجد اسمك ولا لا؟ امين. أحتاج منك حضرة القسيس في إيجاز كلمة أخيرة لكل شخص سمع وعرف وفهم واكتشف أنه مريض. أستسمحك، أنا مش هخليها كلمة لكن هخليها صلاة. يبقى كلمة نكلم فيها الآب عن كل شخص خد قرار الله. أمين. اتفضل حضرة القسيس. يا رب يسوع، بنشكرك لأجل موضوع أنت فتحته وكشفت بيه عن كل ما بدواخلنا. مرات يا رب احنا بنعيش الازدواجية الروحية واحنا مش مدركين ما مدى اضرارها واسبابها واعراضها، لكن النهاردة يا رب انت حطيت امامنا نقاط، وعايزنا ناخد خط العودة لحياة روحية سليمة ليس بها اي ازدواجية. يا رب يسوع، بالسلطان المعطى لنا، محتاجين يا رب نتغير علشان نكون مؤمنين الرياء مش موجود في حياتهم. الكاس نضيف بره وجوه، ما نحتاجش نكون مؤمنين نعرج بين الفرقتين، او مؤمنين بحسب سفر الرؤيا فاترين، لا احنا حارين ولا احنا باردين، أو مؤمنين بحسب الجيل اللي احنا عايشينه ماسكين العصاية من النص، أو عايشين في اللون الرمادي، أو مؤمنين بحسب كلمتك رسمين شكل يوحنا على وجوهنا بينما يهوذا قابع وقانع دواخل نفوسنا وزواتنا. حررنا وبنعترف لك من كل ازدواجية روحية أثرت على حياتنا الروحية، فصرنا بنشبه أمور كتيرة صعبة في الحياة. يا رب، عبدك مع إخوتي مع كل المؤمنين اللي حوالينا بنتضرع إليك إنك تكسر كل ازدواجية روحية في كنايسنا، تكسر كل رياء موجود في بيوتنا مع عائلاتنا مع أولادنا، اكسر يا رب وحرر كل الأمور دي بالسلطان المعطى لنا. احنا محتاجين تحرير كامل لكي ما نعيش في حياة روحية مرتفعة معك، ونكون معك في الارتفاع لا في الانخفاض. في اسم حبيبنا الغالي يسوع نشكرك لأنك كشفت عن الداء وأعطيتنا أنت الدواء. في اسم الرب يسوع المسيح اجعلنا أن نعيش معك ولك وبك، لا في حياة الإزدواجية الروحية ولكن في حياة الرفعة الروحية. اسم الرب يسوع وليك كل المجد. أمين.
أحبائي من كل قلبي فعلا عايزة أشكركم حضرة الأسيس والأخت نجات، فعلا الرب استخدمكم بمجد واضح وملموس، وأمين يستخدمكم في الوقت اللي جاي لمجده وامتداد ملكوته. أحبائي كمان بشكركم من كل قلبي على حسن متابعتكم، على مشاركتكم ومداخلاتكم، على كل شخص خد قرار النهاردة إن هو يقرب ويدي كل ما فيه لشخص الرب يسوع حتى يملك عليه ويغير كل ما هو يحتاج إلى تغيير. صلاتي أحبائي أن يبارككم الرب ويرعاكم ويحفظكم ويشفيكم، وإلى لقاء قريب ومعا نحو عالم أفضل.